الأهلي يسحق فاركو بثلاثية نظيفة ويتربع على قمة الدوري منفردا. كابتن شريف، ألف مبروك. نادي الأهلي يعود تاني للصدارة وثلاثية رقم 11 لمستر كولر مع النادي الأهلي. مبروك. الله يبارك فيك. الشناوي لاعب فاركو الشوط الثاني، والخبرات الأهلاوية عملت الأفضلية في المباراة كلها. أنا قلت لك من قبل الماتش ما تتوسمش في رمضان انك انت هتشوف كوره طبيعيه او شكل واضح جدا ان في حاله اجهاد على الفرق، يعني مش فرقه الاهلي بس، كل الفرق اللي بتلعب في رمضان حاله الصيام طول اليوم، ورجعت انك انت بتفطر وبعدين تستعد انك انت هتعمل مجهود في ضغط عصبي ودوافع ليك انك انت، خاصه الفرق الكبيره بيبقى مصحوب بالاصابات، خد بالك مصحوب بخواطر اللعب والاحتكاكات، واللعيبه ما بيبقاش فريش قوي انه يقدر يتفادى دخول جامد عليه، او وديك شفت كل كره نلاقي اثنين ثلاثه بيقعوا من الفرقتين، اي لمسه بتحصل خبطه في الانكل، حصلت كريستوف في اول المباراه مرتين حصل له التواء، فاللعيب هو فريش وحالته بدنيه بيتفادى الحاجات دي، ايمن بيقدر يلعب كورته السليمه ويسهل على نفسه ويبقى موجود والدنيا تبقى الفرقه كلها في نفس الشكل البدني، ها انما يبقى عندك بطء في الاداء او بطء في بناء الهجمه بتبقى الفرق اللي قدامك رجعت كلها. مظبوط. زي ما انت قلته في قبل المباراه بنلعب 6 3 1 كويس؟ فده بيتطلب منك انك انت بتعمل محاولات كتيره كتيره كتيره، انا وعلاء قلنا لك انت سالت الحل ايه؟ قلنا لك الاطراف. فكان الاطراف هي الحل الاول والوحيد في الشوط الاول، وكنت ممكن تكسب باكتر من كده على فكره لو انت عندك تحركات جيده في الشوط الاول بتاعنا احسن من الشوط الثاني ببعيد. انت بقيت بتلعب على الكاونتر اتاك بتاع المباراه في الشوط الثاني، وحصلت شويه تغييرات طبعا الناس كلها هتقول ايه السبب؟ ما هو السبب الحاله اللي انا قلت لك عليها، ان الراجل هو قاعد بره على الخط حس ان نص ملعبه مخترق، الراجل اسمه ديماريا ده بيعدي وبيروح مجهوده اقوى من لسه محمود متولي جاي، معلول في الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه، حمدي فتحي سايب معلول خالص النهارده، ما فيش هيلبنج ولا في الاحساس بامتى ده يطلع وانا اكون مكانه والحاجات دي، الناس كسبانه 2-0 فالناس عايزه زي ما احنا كلنا طالبين الجون الثالث عشان يقتل المباراه تماما، فبتبقى انت قاعد مستني ان اللي قدامك يغلط عشان انت تتبادل نفس الشكل في وجود طاهر محمد طاهر وحسين الشحات والثغرات اللي بيعملها محمد شريف. انت بتحاول، ولكن كان في 10 دقائق وجود لفرقه فاركو الحقيقه بشكل يهددك. بدايه شوط ثاني. هيرجع للمباراه ثاني. يعني قاعدين بنتكلم انت ضيعت كورتين وهو ضيع 4. خدت بالك؟ دي لو في توفيق وفي مباراه ماشيه عاديه هتبقى الحكايه في حته ثانيه، اللي انا قلت لك عليه قبل برضو التمرين المباراه. في الاستوديو في اول ما دخلنا قلت لك ايه؟ في فرق بتكسب 2-0 وبنبص بيرجعوا 2-2 وبيرجعوا 3-2، فاركو عمل كده مع اتحاد اسكندريه على فكره. لا بس فاركو كان كسبان 3-0 والاتحاد في اخر الوقت الضايع. يبقى الاتحاد رجع مع فاركو سوري وعمل بالظبط الكامباك ده وكان ممكن يبقى 3-3. أيوة. كويس؟ يعني الفرق عندها لعيبه تقدر يعني تعمل لهم امتياز او بس خلي بالك كابتن افضليه وكده. خلي بالك كابتن شريف، نادي الاهلي لعب مع بيراميدز من 3 ايام. انا عارف وصل لاكسترا تايم وقت اضافي. والله انا معاك. فالضغوط كتير، الماتشات كتير طبعا. المسابقات اللي بيلعب فيها نادي الاهلي الفتره الاخيره كتير، الماتشات كتير جدا في فتره قصيره جدا. ده انت عندك للاسف الرابطه عامله لنا ماتش بعد بكره. أيوه. في اسكندريه مع سموحه. بص عشان كده كل دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي. عشان كده انت النادي الاهلي بيتميز. سموحه اتغلب 3 النهارده. مين؟ مين اللي كده؟ سموحه اتغلب 3 النهارده. سموحه من مين بقى؟ الاتحاد تقريبا. من الاتحاد. عندنا بنستقبل من الاتحاد. ما هو الاتحاد الاتحاد. فاللي انا عايز اقول لك عليه شكل الفرقه وانت بتلعب معاها الاداء بتاعك انت ايه اللي بيحصل؟ عايزين لعيبه تتغير وتنزل، عايز تتفرج على كاندوسي وعايز تتفرج على كريستو، فمفيش يعني مفيش وقت غير كده، يعني انت زي ما انت قلت لي دول خارجين لسه من 3 ايام او من ماتشين من نهائي كاس. ايوه. ضغوط واعصاب وماتش رايح جاي ووقت اضافي. ده وقت اديك قلت انت كفايه وقت اضافي.
فكان لازم يلعب باللعيبه اللي هي بقت سيمي شفا يعني استشفى زي متولي كده. انا طلبت قلت لك يا رب يطلع سليم من المباراه ما يحصلش عليه ضغوط ويسهل الدنيا كلها. ونزل طاهر محمد طاهر برضو. تغيير طاهر محمد طاهر هيحصل عليها حوار كتير، ولكن دي عند مستر كولر مش احنا او اي حد، لان احنا من حبش ان في لعيب عندي ولعيب كبير وانا بحاول ادخله تاني في الفرقه ويخرج. اكيد هو شاف انه اتخبط خبطه، انا ما اعرفش التغييره دي هيتكلم هو عنها. طبيعي جدا انك انت تدي السولاي يحس بالملعب تاني وكهربا، انما اللعيبه كلها عمليه اجهاد واضحه جدا الشوط الثاني، بتروح للجون مرتين. حتى محمد شريف حبيب اسامه رقص الواد اسامه الراجل وراح على ال 18 ودخل لغايه جوه. ده لو مش عنده ارهاق كمان، ده كان راح بيها لغايه الجون ورقص الجون وجاب جون. ده هو بيدور على حد يجي الناحيه الثانيه بس عشان يروح عاملها له سليمه. اللي جاي له كمان ايه مش مسهل عليه المهمه، ده هم خطوتين وانت عارف وانت كنت في المكان ده بتلعب كويس جدا، هياخد خطوتين في ظهر المدافع وتك بطن رجله جون اي حد جاي لمحمد شريف. الاجهاد بيخليك التنفيذ بيبقى مش 100%. فالمهم ان انت بخبراتك قدرت انك انت تفوز في المباراه دي، وعقبال المباراه الجايه دي لو اتلعبت، يعني انا مش فاهم ليه بيلعبوها يعني الى ان والله حرام الله. بس انت النهارده حصل تغييرات هي دي بس اللي مش فاهمها يعني انا مش عارف اللي حصل النهارده ده في التغييرات ده واللي ده بيديك لعيبه احنا شفناها النهارده تقدر تحط فرقه برضو يوم الاثنين تجهيزا بقى للفرقه بتاعت يوم الجمعه. ما عندكش قلق في اي حاجه، انت المشكله معاك معايا فرقه ازاي تجيب الجون الاولاني. صحيح. زمام الامور بقى بتبقى في ايدك كلها، جت بقى ضربه ثابته، جت من عرضيه، جت من شوطه، ما انت جايب شوط جون حلو قوي النهارده كندوسي وحظك بيقولوا جاب في كعب حسين الشحات والبيك. فباذن الله يوم الاثنين يكون الاداء افضل كويس، واللعيبه اللي هي عندها استشفى تريح لغايه يوم الجمعه اللي بعده باذن الله. باذن الله ربنا. كابتن علاء الف مبروك، فوز مهم للنادي الاهلي، بيبتعد بيه نادي الاهلي عن بالصداره عن اقرب منافسين. ثلاث نقاط مهمين جدا، دي ده النهارده المهم في المباراه، وابتعدت على الصداره وبتاخد خطوه مهمه جدا عشان ان شاء الله ترجع درع الدوري العام. صحيح. دي نقطه يعني متفقين عليها ونخليها على جنب. انت النهارده ثلاث نقاط كسبتهم الشوط الاول بس. ثلاث نقاط، انت حسمت المباراه كلها الشوط الاول 2-0 وكان شكلك احسن وبتروح لجول كتير، شكلك العام مقدم مباراه كويسه يعني باستثناء زي ما كان اسامه بيتكلم في اول 10 دقائق بس كده. ده الشوط الاولاني، لا ما كانش ده الشوط الاولاني 10 دقائق بس، وبعدين انت خلاص سيادة المباراه تماما وبتحرك كويس قوي ومفيش اجهاد على لعيبتك وبتلعب الكره السهله، الحركه سهله جدا زي ما اتفقنا كلنا بالاستوديو. النهارده عايز تكسب لازم تحرك كتير قوي من غير كوره، ولازم الكره كلها تطلع سليمه لحد، ودايما لازم تلعب كله الخطوط كلها قريبه من بعض. الشوط الاول عدى عليك تقريبا فرصه واحده اللي ضيعها شكري نجيب وتصدى لها الشناوي ببراعه النهارده، والشناوي النهارده عمل الانفراد ده الشوط الاول، والشوط الثاني هايل الشناوي النهارده. صحيح. هايل. لو حد غير الشناوي النهارده موجود لا انت كنت السبب الاهداف. هي دي قيمه حراس المرمى الكبار اللي لما بتبقى محتاجهم في وقت انت مش فايق فيه فرقتك وبتحصل فيه اخطاء هو اللي بقى موجود بيتصدى ليك هو اللي بيشيلك، هو ده قيمه الحارس الكبير. قيمه الحارس الكبير مش باسمه ومش بيلعب في النادي الاهلي ومش بعدد مبارياته، لا 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 لا، في الاوقات اللي هو النهارده دي انت كنت محتاج الشناوي. مظبوط. معلش مع احترامي الكامل لاي حارس مرمى كان موجود النهارده في الكرات اللي مع الشناوي كنت هتسقبل هدف واثنين، لانك النهارده الشوط الثاني حصل تغيير كامل فريق النادي الاهلي. واخر كلمه قلتها معاك هنا يا ايمن، قلت لك نزل الشوط الثاني دور على الثالث والرابع، لان فرصه النهارده لعبتك شكلها كويس، لعبتك فايقه، بتتحرك في الملعب بانسيابيه كويس قوي، متحكم في كل اماكن الملعب، ما عندكش مشكله في حاجه خالص. ده اللي انا توقعته وده اللي قلت هينزل بيه المفهوم الشوط الثاني لعبت النادي الاهلي. جميل قوي تخرج الشوط الثاني 2-0، اي مدير فني بالنسبه له احسن نتيجه يتمناها في حياته، مش واحد لا، ده انت خارج اثنين وفرقتك اثنين مش سرقه، اثنين لعب كويس قوي وشكلك حلو قوي. المفروض ايمن الشوط الثاني ابني على نهايه الشوط الاول، ما ارجعش الخطوه اللي تخلي شكلك الشوط الثاني
نتكلم كوره مش حلو. انت عارف لو 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 العكس انا كنت هتبسط. لو انت لعبت الشوط الاول وحش والشوط الثاني عكست وشكلك كان حلو قوي، انا كنت هتبسط جدا كمان. هو احنا مبسوطين برضه عموما يعني. انا قلت كلمه، انا قلت كلمه ايه؟ خدت من المباراه الحمد لله والف مبروك الثلاث نقاط. دي الاهم. لكن لما نتكلم كوره في حاجات انت دايما بتدور على مرحله احسن حاجه لفرقتك، الكمال لفرقتك، ومفيش حاجه كامله. بس انت كنت تامل استمراريه اللي حصل الشوط الاولاني والشوط الثاني. كلنا وسالت كابتن شيف نفس الاداء عادل، كان يقول لك انا اتمنى اشوف النادي الاهلي الشوط الثاني زي الاول حتى ما جبتش اهداف. تخيل بقى، لان شكلك حلو لما بتمسك الكوره، انتشار حلو قوي، اللعيبه شافوا بعض كويس قوي، وكله شاف بعضه، التايمنج بتاع اي تمريره امتياز، ويبان لك في التمريره بتاعت حسين الشحات الهدف الثاني. الناس كلها، احنا بنقولها بلغه الكوره، الناس كلها فايقه، تركيز عالي جدا، وبتفكر بسرعه. طول ما انت بتفكر في بسرعه انت هتتحرك كويس. حصل ان هيحصل كسل، مكسل تجري، اجهاد انت اللي عملته على نفسك، اللي انت عملته على نفسك. وهقول لك ليه دلوقتي، اللي بتكلم عليه كابتن شريف، اللعيب مجهد، ومش مجهد بدنيا، هو مجهد ذهنيا. اول ما تبقى مجهد، تاكد 90% من قراراتك خطا. النهارده الشوط الثاني بتمسك الكوره، بتلعبها، بتباصي للعيب لابس ازرق، لعيب احمر بلبس، انت فاهم انت وصلت لمرحله ايه؟ عشان كده بقول لك ايمن دايما كل مباراه خد منها الحاجه الحلوه. الحاجه الحلوه النهارده الحمد لله 3-0، نتيجه حلوه قوي، مفيش، ما استقبلتش اهداف وثلاث نقاط. تاخد الحاجه الثانيه ان الشوط الثاني لا، لازم الشوط الثاني كان يبقى احسن من كده اداء. ايوه اداء لازم يبقى شكلك حلو قوي قوي، لانك انت بادئ كويس. دايما بدايتك الكويسه بتديك الدفعه انك تكمل المباراه بشكل كويس، عكس خالص لما تبدا وحش وترجع خطوه 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 تنهي كويس. لو سالتني اقول لك انا اتمنى انهي بشكل كويس، انت فاهم؟ لان دايما اخر لقطه هي اللي بتعلق معاك، اخر نهايه بتعلق معاك. الشوط الثاني لا، النهايه كانت الجول الثالث، فبرضه يعني النهايه حلوه يعني. انت عايز تخش على النهايات السعيده، خلينا النهايات السعيده والف مبروك. هنتكلم في النهايات اللي انا ما بحبش اسمعها، بلاش نتكلم فيها، بس كده لحد كده، لان الكلام مش هيبقى سعيد. لا، احنا بنتكلم على ان النادي الاهلي في ظروف ضغط المباريات. انا لو سيبنا اتكلم هتكلم، فسيبنا اتكلم. ما انا سيبك تتكلم يا كابتن. لا انت والله سيبك تتكلم. نخش على نهايه السعيده، سيبنا على نهايه السعيده زي ما احنا. انت قلت النهايه السعيده، فالهدف الثالث كان نهايه سعيده للمباراه. اجهادك اللي حصل النهارده انت كنت متخلص منه في حاجه سهله قوي، انك تأدي الشوط الثاني على مزاجك انت مش على مزاج فاركو. تقلل مساحاتك قوي، هي الكره اللي تتحرك وتعمل كل حاجه. انت النهارده عملت العكس ايمن. حلاوه الشوط الاول في ايه؟ اللي انت اللي احنا عجبنا كلنا في ايه؟ الكوره بتتحرك من رجل لرجل لرجل، ودايما في حد فاضي. الشوط الثاني حصل العكس، كسل في الحركه، بوعد خطوط بقت كلها حاجات، كلها مسافات جري، لدرجه الكوره اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف، محمد شريف وصل للكوره ومش لاقي حد، لسه حد يكمل، لان كميه جري كتير قوي. لما اكون مجهد ايمن، وكلنا دخلنا في الموضوع ده، انت ازاي تريح نفسك انت كلاعب كوره؟ حتى مش تغييرات من بره من كولر، انت كلاعب كوره دور على اسهل كوره ممكنه واقل حركه ممكنه في الشوط الثاني. وكده احسن حاجه ايه؟ انك انت كسبان 2، النهايات الحلوه اللي انت بتقول عليها، انت خارج الشوط الثاني النهايه مش سعيده، دي سعيده جدا، 2-0 وبشكل ممتاز. الشوط الثاني انت اللي تصير الشوط الثاني زي ما انت عايز، انت كلاعب كوره مش كولر من بره ولا حد، انت كلعيبه نمشي الشوط الثاني زي ما احنا عايزين. لما لقيت فاركو بدا يهاجم بشراسه وتغييرات كلها هجوميه، وبدا يروح على الشناوي، لا لازم في الملعب نهدى، حد في الملعب، هي دي دايما المشكله احنا بنتكلم فيها. حد في الملعب يا جماعه، اهدوا الكره من رجل لرجل مش اكتر من كده، لان فاركو انت اللي اديت، انت اللي اديت فاركو ان الشكل يبقى كده. انا دايما بقول لك كلمه هنا، انت اللي بتخلي في شكل الفريق مش جامد قوي ومهلهل زي الشوط الاول بتاع فاركو، وانت اللي بتدي فرصه للمنافس اللي يخش معاك في شكل اللعب. حصل النهارده والله بنفسي بقول لك، الشوط الاول انت سالتني على فاركو، قلت لك فاركو ولا بيدافع ولا بيهاجم. ليه؟ لان انت مستحوذ على الملعب كله، انت بتتحرك كويس قوي، لعبتك فايقه، لعبتك بتتحرك في كل الملعب، تمريراتك كلها 90% كلها سليمه، لعبك كله خطوره على الجون، معظم لعبك لقدام، عشان كده اشادنا بكوندوسي ان هو بيلعب دايما لقدام. هو ده اللي انت عايزه، ده الشكل اللي انت بتحب تتفرج عليه. انا بتكلم دايما، بركز في السلبيات لايمن، انا بحب اشوف فرقه النادي الاهلي في احسن شكل، احلى شكل. النهارده 3-0 شكل جميل. كنت النهارده الشوط الثاني كنت ممكن تأديه زي ما انت عايز، مش زي ما
ما فاركو، فاركو لاعب مفتوح مش فارق معاه حاجه خلاص، انت بقى براحتك جدا تمشي الامور زي ما انت عايز، وكنت ممكن 3 و4 بس انت بعدت خطوطك شويه، سمحت لفاركو. كان الاستاذ بيتكلم معايا قبل ما نطلع بثلاث اربع فرص خطيره، عشان كده بقول لك الشناوي الشوط، احنا كلنا بنشوط بالشناوي الشوط الثاني ليه؟ لان انت جت عليه خطوره. الشوط الاول واحده في ضمن 47 دقيقه حاجه مش مشكله، لكن اما تيجي تسالني على النهارده اليوم كله، لا الحمد لله 3-0، 3 نقاط مبروك، خطوه، انا بقول خطوه كبيره جدا. الدرع الثاني الدرع يرجع ثاني ان شاء الله، ان شاء الله رب العالمين باذن الله، والقادم ان شاء الله احسن، او القادم مجهد، ده بقى المجهد بجد بقى. اللي هو المباراه القادمه دي اللي فعلا فيها اجهاد على اللعيبه، بتمنى يا رب يقضوها ان شاء الله بمكسب وعدم اصابات، لان انت كل المباريات دي انت ما تهمكش في حاجه ايمن، انت يهمك ماتش الرجاء توصل لعيبتك كلها ان شاء الله سليمه باذن الله، كلها في حاله ان شاء الله فنيه عاليه. لكن طبعا الف مبروك والف الف مبروك على 3 نقاط النهارده، الحمد لله رب العالمين. نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجد الترحيب بيك كابتن ايمن، عقب انتهاء مباراه الاهلي وفاركو وفوز كبير جدا النادي الاهلي 3-0 والعوده مجددا لقمه الدوري الممتاز، وطبعا كالعاده النادي الاهلي فاضل له كمان 3 مباريات ان شاء الله النادي الاهلي يتوج باللقب 43، وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان تفرح بعد انتهاء المباراه. معنا كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي الف مبروك الفوز النهارده، اعتقد فوز مهم جدا خاصه في التوقيت، وطبعا يعني الفريق يمكن اجهاد بعد الشوط الثاني، يعني كلمنا عن المباراه بشكل عام والاجهاد خاصة في ظل ضغط المباراة، كمان عندنا مباراة سموحة بعد يومين بالظبط. الأول طبعا تحياتي كابتن أيمن وضيوفه، زي ما أنت قلت 3 نقاط مهمين جدا بالنسبة لنا، خصوصا بعد مباراة كبيرة وبطولة كبيرة، بطولة كأس مصر. كنا متخوفين جدا طبعا من ماتش النهاردة، زي ما أنت قلت كان في عندنا غيابات كتيرة وعندنا إصابات وعندنا ناس بقالها فترة كتيرة ما بتلعبش، حتى في بداية الماتش برضه حصل لنا إصابة لكريستو، اضطرينا إن احنا ندخل طاهر بقاله فترة كبيرة وعمل جهد كبير، لعب حوالي برضه اجمالي حاجه 70 دقيقه برضو، عمل جهد كبير فيها يعني، والراجل فضل عشان برضو بقى فتره كبيره راجع من اصابه. فاعتقد الحمد لله رغم كل دوت اعتقد ادينا شوط اول كويس جدا، مميز جدا على مستوى الفرص والاهداف. كل الشوط الثاني ما كناش افضل حاجه، لكن اللي انت تقدر تقف برضو كويس دافع كويس وتقدر في الهجمه المرتده تسجل هدف ثالث، اعتقد ان الحمد لله دي حاجه ايجابيه وخطوه زي ما انت قلت البطوله اللي بالنسبه لنا مهمه جدا. فبشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت، وان شاء الله نفكر في اللي جاي باذن الله. كابتن سامي اللي جاي هتتعاملوا معاه ازاي، خاصه يعني زي ما بنتكلم النهارده الجمعه سبت حد الاثنين عندك ماتش مع سموحه في اسكندريه، هتتعاملوا ازاي مع ضغط المباريات دوت والاجهاد؟ هو ده اللي دايما التحدي اللي الراجل بيتكلم فيه دايما، يعني يمكن النهارده بنقدر تدخل النهارده لعيبه بقالها فتره ما كانتش موجوده، النهارده متولي بيرجع تاني الحمد لله، شريف كان ما كانش بيبدا النهارده وبيسجل برده هدف كويس، ديانج بقى له فتره ما بيلعبش النهارده برده بيشارك الحمد لله ويؤدي مباراه مميزه يعني. فتقدر من خلال اللعيبه المتاحه بتعمل روتيشن، اللعيبه اعتقد الحمد لله النهارده اللي كانت بعيده ادت اداء مميز. عندنا بكره بقى تمرين وبعد بكره مسافرين زي ما انت قلت المباراه سموحه، مباراه مهمه بالنسبه لنا وتاكيد بقى للصداره واللي انت تقدر تفرق عن اقرب منافسيك يعني. فاعتقد ان شاء الله الاستعداد يبقى بالنسبه لنا مهم ونقدر نستعد كويس لمباراه سموحه، مباراه مهمه بالنسبه لنا وكبيره وثلاث نقاط هتقربنا نحو الدوري ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق فيها باذن الله. هتتعاملوا ازاي مع المباراه كابتن، خاصه زي ما قلنا طالعين من بطوله الكاس امام بيراميدز النهارده امام فاركو، يومين وماتش سموحه وبعد كده عندنا كمان مباراه مهمه جدا في دور الثمانيه مع الرجاء، سياسه الروتيشن او هتتعاملوا ازاي مع هذه المباراه؟ ما هو بالنسبه لنا المباراه اللي جايه هي اهم مباراه بالنسبه لنا، يعني زي ما قلت لك مباراه مهمه، تقربنا نحو الدوري وتبعدنا عن المنافسين، ركز ان دي بالنسبه لنا مباراه طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا، هنشتغل على المتاح، هنشوف اللعيبه اللي ان شاء الله بكره بقى ممكن حد يرجع لنا او لا، هنكمل باللعيبه الموجوده، واعتقد ان هم النهارده قدوا مباراه مميزه خصوصا الشوط الاولاني، ان شاء الله نكمل على كده باذن الله. اخيرا جمهور النادي الاهلي تقول له ايه النهارده مع العدد قليل شويه، ضل يعني الساعه المحدده للجمهور او المتاحه للجمهور، ولكن مع ذلك من قبل الماتش ما يبدا لغايه اخر دقيقه وهو برده في ظهركم بشجعهم. بشكرهم طبعا، وطبعا بهديهم الفوز وبهديهم البطوله اللي فاتت، ودايما بنقول ان وجودهم معانا بيدينا قوه ويدينا ثقه ويدينا مسؤوليه كبيره، يعني اتمنى ان شاء الله نقدر نساعدهم ان شاء الله بطوله الدوري رجعها لهم، وبطوله الكاس الحمد لله قدرنا نحقق بطوله السوبر برضو. فاعتقد ان شاء الله الشهر ده وبدايه الشهر الجاي هيبقى في بطولتين يعني نقدر نلعب عليهم ونهدونهم، وان شاء الله نقدر نساعدهم باذن الله. شكرا، موافقين باذن الله.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامو مصير المدرب العام للفريق. مباراه كبيره، فوز مهم جدا، 3 نقاط نحافظ بها على صداره الدوري، وان شاء الله القادم افضل، وباذن الله النادي الاهلي دايما في المقدمه. كمان الكابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. هو النادي الاهلي ماشي بخطوات ثابته او بخطى ثابته في جميع المسابقات، يعني حتى لو تيجي تتكلم على الفتره اللي فاتت الصعبه جدا، انت كنت بتلعب في كاس العالم، طالع من دوري، داخل في مسابقه كاس مصر وبطوله افريقيا كمان بعدها، فانت الحمد لله رب العالمين. عشان الناس بس اللي بتتكلم، بس لما نيجي نحسبها بالورقه والقلم، انت بتخوض معارك في اكتر من جهه. دوري انت الحمد لله رب العالمين زي ما قالوا الكباتن، انت اول الدوري وبفارق كبير الحمد لله رب العالمين. ولو مشي النادي الاهلي بالاسلوب دوت الفتره اللي جايه ان شاء الله، الفتره الصعبه اللي جايه ان شاء الله على نفس المعدل، النادي الاهلي هيحسم البطوله قبلها بكذا مباراه، يعني 4-5 مباريات ان شاء الله باذن الله. طيب دي المعركه الاولى اللي احنا بنتكلم عليها، انت في طريقك ان شاء الله لاستعاده اللقب اللي غايب عننا بقاله موسمين، فيهم بعض الحاجات بايدينا وفيهم بعض الحاجات ما كانتش بايدينا، عشان برضو يعني ايه ما ننساش. تلعب في كاس مصر السنه اللي فاتت والسنه دي مسابقه ثانيه، الحمد لله الحمد لله، برغم الانتقادات الكتيره اللي كانت في فتره من الفترات على لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي والمنظومه ككل، قدرت تحسم كاس مصر لصالحك بالفوز على بيراميدز. طيب ادي تاني بطوله، كنت بتلعب في كاس العالم، وانت بتلعب في كاس العالم ومضغوط وعندك مباريات ولعب في 12 يوم 4 مباريات من العار الثقيل، وحصلت على المركز الرابع، كنا نتمنى برونزيه ولكن جبت رابع كاس عالم. بعد كاس العالم رجعت على بطوله افريقيا، والكلام اللي حصل الكتير بعد مباراه سان داونز، وان النادي الاهلي مش هيكمل، والنادي الاهلي وقع، والنادي الاهلي مش عارف ايه هيحصل له ايه، لا ونشوفكم بقى كمان مش عارف كام سنه. النادي الاهلي كمل وصل لدور الثمانيه، معركه ثالثه، وصل لدور الثمانيه وهيلعب ان شاء الله مباراته مع الرجاء. كاس مصر انت كسبته، وكاس مصر مش بطولة واحدة، انت بطولتين ان شاء الله ان شاء الله، بس هنستنى الخمسة ماي وبعدين نتكلم عليها. انت كسبت كاس مصر وعندك كاس السوبر يوم 5 ماي. كاس السوبر دي بطولة تانية ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يجيبها. وبعدين وانت بتلعب في معمعة الدوري دي والضغوطات الكتير وعدم المساعدة في بعض الاحيان من الناس المسؤولين عن جدول الدوري، وانت شغال وماشي في سكتها، ارهاق على اللعيبه، في ارهاق، في ضغوط، ولما نقول كده احنا ما يعني ما بنعملش مباريات، لان انت بتكسب مباريات على ايه؟ انا بكسب، بس لازم اقول اللي حاصل، مش حاجه النادي الاهلي بيكسب، بس في ضغوطات على اللعيبه، في ارهاق في بعض الاوقات، في اصابات كتير ما احنا شايفينها، ولكن النادي الاهلي ماشي في سكته، النادي الاهلي برضو ماشي في سكته. عمالين نتكلم على كاس وكاس عالم وكاس مصر السنه دي اللي خدناه واول دوري، يعني انت ماشي كويس، ماشي كويس في سكتك، وبطوله افريقيا داخل دور الثمانيه وعندك معمعه الاسبوع الجاي يوم 22 ثاني يوم العيد ان شاء الله مع الرجاء المغربي هنا، فانت ماشي في كل السكك ماشي كويس. يبقى الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي اللي هو ماشي عليه النادي الاهلي هو ده اللي احنا ماشيين فيه. فالوضع الطبيعي من جماهيرنا كهي لعادتنا، يعني دائما يعني جماهير النادي الاهلي ورا النادي الاهلي، ورا لعيبه النادي الاهلي، ورا المنظومه. انما الجماعه بقى اللي هم بيقعدوا يتكلموا على النادي الاهلي مش عارف حصل كذا، النادي الاهلي طبعا دي النادي الاهلي اهو بيقول لكم انا في كل المسابقات ماشي كويس، من بدايه من كاس العالم وقبله ماتشات الدوري وبعدين كاس مصر وبعدين بطوله افريقيا، والحمد لله العمليه ماشيه، والنادي الاهلي بيثبت يوم بعد يوم ان هو مش عايز اقول نمبر 1، ان هو رقم 1 في مصر، رقم 1 الاداره يا كابتن ايمن. طبعا ما هي منظومه متكامله، اي منظومه شريف بتنجح، هي منظومه متكامله، اي منظومه بتنجح رقم 1 الاداره في كل شيء. ما انا بقول لك هي منظومه متكامله، فالنادي الاهلي ماشي في سكته، النادي الاهلي ماشي في سكته، طالب ايه؟ طالب الدعم والمسانده بس، واحنا كجماهير النادي الاهلي كلنا ورا فرقتنا، ورا المنظومه ككل، ورا المنظومه ككل،
لان النادي الاهلي سكته معروفه، هو ماشي كويس في السكه دي. فالفتره اللي جايه فتره صعبه، ماتشات ثقيله في اكتر من مسابقه، ولكن النادي الاهلي ماشي فيها، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي بالبطولات كلها. كابتن عادل الف مبروك. كابتن اسامه، سوري يا كابتن اسامه، معلش. ثلاث نقاط مستحقه وفوز كبير. اخوك عادل. وفوز كبير قبل بتكلم بقاله نص ساعه، قبل ماتش مهم زي ماتش الرجاء اللي حطوا لنا قبله ماتش سموحه. طبعا الف الف مبروك، ثلاث نقط مهمين جدا رجعوك لصداره الدوري تاني. فيوتشر كان خد اليوم دوت او اليومين دولت كان 48 نقطه وانت 47 نقطه، انت وصلت نقطه 50 ولسه ليك ثلاث ماتشات. انت كده كده كنت هتوصل انك تبقى اول الدوري، ولكن ماتش من الماتشات المهمه، واحنا قلنا انه فاركو من الفرق الكويسه وخلاص قاعدين في الدوري مش خايفين على حاجه. انت الشوط الاولاني عملته كويس وجبت جونين والامور كانت في ايدك خالص. الشوط الثاني يمكن احنا اتكلمنا بين الشوطين كل يعني كلنا قلنا انه مفروض اللعيبه تحاول تحافظ على الموضوع ده، تحاول تجيب جون تالت بدري او حتى تحافظ بشكل كويس ما يوصلوش الناس للشناوي كتير. حصل تراخي كبير قوي في اول 20 دقيقه. الفتره دي فاركو اضاع فيها ما يقلش عن من 4 لـ5 أهداف، وكان قريب جدا ان يتعادل. احنا لما بنتكلم على الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه، ده لا يقلل خالص من ان النادي الاهلي كسب 3-0 ونهى بشكل حلو في الدقيقه 97 بكره علي معلول اللي حلت الماتش اكتر، ان النتيجه بقت كبيره 3-0. بس احنا الخوف في ايه؟ انك انت قعدت حوالي 20 او 25 دقيقه كل هجمه على النادي الاهلي خطر. يعني واحده ديانج بدماغه كانت ماشيه جنب القائم كانت شكلها جون، واحده رزق حمرون شايطها جون، واحده واحد بكعبه جون. في بقى حصل ممكن تكون راحه، ممكن تكون تعب، ممكن ثقه ان انت كسبان 2-0. نتيجه الشوط الاول طمنتنا شويه. نتيجه الشوط الاولاني طمنتنا شويه، بس انت الماتشات مش كلها هتمشي على وتيره واحده، انت هتخش على ماتشات كبيره بعد كده زي الرجاء والكلام ده. يعني حتى لو انت جايب جون واحد لابد ان يبقى في شراسه وانت بتدافع على الهدف وكده، انه الموضوع ما يوصلش للشناوي بالطريقه دي. بقت في سهوله ان الناس توصل للشناوي، برضو واحده دي ماريا جوه ال 18 جوه ال 6 يارده عملها برعونه جدا، لو وقفها هيجيبها جون بسهوله. لكن ابتدى مستر كولر بعد حوالي 20 دقيقه يبتدي يعمل تغييرات عدلت الموضوع شويه، لما نزل مروان عطيه وعمرو السوليه في نص الملعب ابتدوا هما الاثنين مع ديانج ابتدوا يسيطروا تاني، يعيدوا السيطره تاني للنادي الاهلي. ورجع حمدي فتحي جنب متولي. ثم في الدقيقه 83 نزل خدعة فتحه كهربا وطلع طاهر وحسين الشحات ولعب 5-3-2. وهذا الاسلوب انت بتحتاجه في وقت. أي. يعني هو عملها حتى في بيراميدز، بس احنا عشان الفرحه وكنا بنتكلم على الافراح وكده ما اتكلمناش انه عمل كده. اول مره مستر كولر، وانا اعتقد ان سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ ليهم دور في الموضوع ده، لان هو ما كانش بيفكر في دي، يبتدي يلعب بثلاثه في العمق. احنا لما كنا بنتكلم على حمدي فتحي احنا كنا بنقول ايه؟ تملي مستر كولر مفكر في حمدي فتحي في الناحيه الهجوميه ومديله مهام هجوميه كامل. وحتى كمان كان ساعات لما قفشه ما بيلعبش بيلعبه تقريبا 10 او بيلعبه قريب قوي من راس الحربه. الماتش بتاع بيراميدز والنهارده لما عمل تغيير الطاهر وحسين الشحات نازل خالد وكهربا لعب بخمسه ورا، وعملها في ماتش بيراميدز على فكره، الماتش اللي فات اللي خدنا فيه الكاس عملها. بقى خالد عبد الفتاح باك رايت وعلي معلول باك ليفت وثلاثه في العمق بالظبط، اللي هو حمدي فتحي وهاني ومحمود متولي وديانج وحمدي فتحي وديانج ومروان عطيه في النص والسوليه يعتبر ثلاثه،
وخلى شريف وكهربا هما اللي قدام. هو واضح انه في ماتش بيراميدز والنهارده عمل كده ليه؟ انا اعتقد ان هو بيرتب لماتشات افريقيا ان ممكن يحصل فيها كده، لان لان الشكل ده قبل الماتشين دولت مستر كولر ما كانش بيلعب بيه خالص، اللي هو خمسه في العمق. احنا قلنا في اوقات في ماتشات معينه فهو النهارده لما لقى العمليه ابتدت فاركو بيحاول يهاجم وبيحاول يعمل خطوره وبتاع، ابتدى يلعب بثلاثه في العمق ولعب على هجمات مرتده عن طريق شريف وكهربا، وفعلا نجح. وواحده هاني طلع برضو فيها اللي هي جاب بيها ضربه الجزاء، وواحده شريف راح بس يمكن بصها بالعرض مستعجل. فانا اقصد انه مستر كولر ابتدى يغير احيانا في فترات معينه من اللقاءات عشان يحافظ، لان احنا كنا بنقول ايه في ماتشات قبل كده الاهلي بيهاجم 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 على طول ما بيتحفظش احيانا، لكن في ماتشات في وقت معين هتعمل كده. لكن الشوط الثاني ما فيش شك انه حتى سامي قمصان لما طلع يتكلم الشوط الثاني اقل كتير جدا من الشوط الاولاني، حتى هو سامي نفسه زي ما كابتن علاء قال وكابتن شريف ان احنا الشوط الاولاني كان شكلنا افضل ويعتبر نهينا الماتش في الشوط الاولاني. الشوط الثاني كان في خطوره كبيره جدا على مرمى النادي الاهلي، يا اما ضاعت برعونه من لعيبه فاركو يا اما شناوي متالق ومن نجوم المباراه النهارده، لكن انت قدرت تعيد السيطره شويه لما ابتدى يلعب مروان عطيه وديانج والسوليه في نص الملعب، وقدرت تجيب الهدف الثالث وده كان مهم جدا. بس هو يمكن جه في الدقيقه 97 مش مشكله، كنا عايزينه بدري شويه، كنت ساعتها هتلاقي مقاومه فاركو بقت صفر، لكن انت جبته في الدقيقه 97 في حاجه كويسه برضو. فشكلنا كويس بانه الماتش انتهى 3، وكان مهم جدا انك انت تكسب النهارده وتعتلي الصداره، فمبروك للفرقه ان قدرت تكسب في الظروف دي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كابتن عادل الف مبروك، فوز مهم جدا، 3 نقاط غاليه، استعاده صداره الدوري مره اخرى بالرغم الفارق عدد المباريات بينك وبين صاحب المركز الثاني فيوتشر، مكاسب كتير جدا 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 حققها النادي الاهلي النهارده. عامه انا بشكر اللاعبين طبعا على ادائهم وعلى مكسبهم وعلى الكاس اللي خدوه وعلى الطريق اللي عمالين يجهدوا فيه وطول الوقت بيشرفونا. انا شايف انه اللي بيحصل مع فريق النادي الاهلي الفتره دي اللي بيعملوه اللعيبه واللي بيعملوه الجهاز واللي بيعملوه الاداره اداء متميز، اداء جيد وبشكرهم عليه، لان الموضوع صعب فوق ما تتخيل. يعني انت بتتكلم انت خارج من فاينل كاس، كسبان فاينل كاس مصر، كسبان بطوله كبيره، والنهارده تكسب فاركو 3 بغض النظر عن اللي حصل في المباراه ايه، انت كسبان 3-0. ما انت احيانا كنت بتكسر الدنيا بتخسر، واحيانا الفرق قدامك ما بتضيع من اجوان كتير وبص بس بتكسب. الفرقه الكبيره فرقه اللي بتلعب على دوري المفترض ان البناط اللي بتجمعها هتديك في الاخر الدوري. ما فيش فرقه في العالم تلعب الا وهم 34 اسبوع ال 34 اسبوع كويسين 100%. رغم هذا انا بقول انه انا اتمنى ان نلعب ال 34 اسبوع كويس، بس الجميل في فرقه النادي الاهلي ان هم حافظوا على النتيجه النهارده، ما دخلش في الجون وكسبان 3-0. انت يمكن قلت حاجه يا كابتن ايمن مش عارف قلتها ولا لا، قال ان ده الفوز رقم 11 مع مستر كولر مع في جميع المسابقات، في جميع المسابقات كسبان 3-0. لا 3 كسبان 3، وانا قلت لك قبل الاستوديو انا بقول لك ان الفرقه اتحسنت بصوره كبيره في التهديف. انت بتتكلم على ارقام في التهديف، ارقام كبيره. احنا اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع ومراحل كاس مصر، وان شاء الله هتبقى بطل الدوري ان شاء الله باذن الله. فانا بتكلم على انه يعني اللعيبه ادت اللي عليها النهارده، الجهاز ادى اللي عليه، مشوا كويس جدا، ده وجهه نظري وانا سعيد بيهم جدا. الحاجه الثانيه المهمه اللي احنا بنتكلم عليها انك انت عندك مباراه بعد يومين 3، وعندك مباراه فاينل اللي هو دور 8 كاس افريقيا.
هنعمل ايه؟ وعمال تلعب في كاس العالم للانديه وترجع من كاس العالم للانديه، يعني انت النادي الوحيد اللي في مصر اللي بتلعب اكتر من الانديه مباريات مش قليله، يعني المباراه اللي بنلعبها في كاس العالم للانديه قد المباراه اللي بيتلعب في الدوري المصري ثلاث اضعاف، يعني كم الجري اكتر، كم الخصم كبير، انت بتتكلم على سفر، بتتكلم على الاجهاد، ضغط مختلف. نفسي، انت عندك لعيبه النادي الاهلي لما بتتعادل بتضغط نفسيا، احنا لما اتغلبنا من الهلال السوداني 1-0 وجايين المباراه اللي هنا، شفت الضغط والفرقه كسبت 3-0 وكان الضغط اللي علينا عامل ازاي؟ وكانت قوه المباراه عامله ازاي؟ فانت خلي بالك اللي بيحصل مع 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 تيم النادي الاهلي ده غير طبيعي في عدد المباريات اللي انت بتلعبها، علشان كده انا بلتمس لهم، انت في اخر ايام رمضان يا كابتن ايمن خلي بالك وانت لاعب اكتر ناس في الـ في الـ في الانديه دي كلها، الانديه دي كلها مع احترامي ليها طبعا، الانديه دي كلها بتلعب الماتش كل 3 4 اسابيع، انت لسه لاعب فاركو ما كانش بيلعب من يومين، انت لاعب كاس نهائي كاس مصر من يومين، رغم هذا انت كسبان 3-0، عشان كده بقول لك انه احيانا انا دائما بحب الاهلي يكسب مكسب واداء، ولكن احيانا انا محتاج اكسب في مباريات تلعب، والفتره اللي فيها النادي الاهلي دي فتره صعبه للغايه، يحسها اللي عاوز اقول لك ايه اللي عاشها ومات فيها، لانها كتير عليك، كتير كفرقه تلعب تطلع لي من كاس وتكسبه والحمد لله رب العالمين، وبعدين تلعب على دوري، وبعدين عندك كمان يومين تلعب لي ماتش بعد يومين دوري، وبعدين هتروح لي على 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 الرجاء من افضل أفريقيا. فرق افريقيا في الوقت الحالي، هتلعب مباراه وبعدين تسافر تلعب مباراه ثانيه، وبعدين عمال تلف وتسافر وتيجي، عمال تنام في اماكن مش اماكنك في النوم، عاوز تخرج من احنا نفسنا كمحللين لما بنيجي نعمل استراتيجيه التحليل بتاعتي، انا اتكلم عن نفسي، اجي اعمل استراتيجيه تحليل لفرقه الاهلي وهي هتلعب كاس مصر، بغيرها في بطوله الدوري، اغيرها في بطوله افريقيا، بتعب لما اجي احضر المباراه بتعب، ما بالك اللاعبين ولا المدرب ولا الاجهزه الفنيه، عشان كده بقول لك انا سعيد النهارده بالمكسب، وسعيد النهارده ان انت تربعت على قمه الدوري قبل وانت ناقصك 3 مباريات مظبوط عن تاني فيوتشر عن فيوتشر، وانت السنه دي خلي بالك انت خارج رابع العالم وبعدين دخلت على كاس مصر، مش عاوز اعيد الكلام بس انا بكلمكم الموضوع صعب، يعني اللاعبين دول لازم، عايز اقول لك حاجه، يعني النهارده مثلا على سبيل المثال اللعيبه اللي كانت بتنزل وتتعور ولا اللعيبه اللي اتعورت المباريات اللي فاتت دي هي اتعورت ليه؟ وفي حد عاوز يتعور؟ لكن من الضغط العصبي، احنا النادي الاهلي يا كابتن احنا لما بنكسب حتى مكسبنا احنا بنحاسب نفسنا عليه، لكن في الوقت الحالي خلاص انا بقول انا في وقت جمع المحصول بتاع السنه اللي تعبت فيه اللي عمال اتعب فيه، انا عمال ازرع بقالي فتره طويله قوي، فدلوقتي بجمع محصولي، اجمعه ازاي؟ احيانا بجمعه بالطريقه اللي تريحني، بالطريقه اللي انا والمكسب بيجيب مكسب والمكسب بيجيب مكسب، احنا عاوزين نقف ورا الفرقه في المكاسب ليه؟ علشان الفرقه بتاعت النادي الاهلي في الوقت الحالي، في الوقت الحالي اجهاد ما بعده اجهاد، لعيبه متعورين كتير، خروج من بطوله لبطوله، ضغط اعلامي فوق غير عادي على لعيبه النادي الاهلي، خلي بالك ودي حاجه مهمه جدا، انتوا لو حسبت ال 10 ايام اللي احنا اتكلمنا فيهم ولا 15 يوم من يوم 12 يوم ماتش الهلال بالزبط. من يوم ماتش الهلال والصعوبه، الجمهور العظيم بتاع النادي الاهلي اللي ساند الفرقه، جمهور النادي الاهلي لو النادي الاهلي ما كانش عاجبه كان هيجي يسنده بالطريقه دي؟ النادي الاهلي طول عمره بيجاهد وهيفضل يجاهد وهيفضل يكسب وهيفضل، عشان ايه؟ عشان استراتيجيه، علشان ولا فرح قوي ولا حزن قوي، لازم تشتغل وتشتغل وتطلع وتشتغل، لانك انت فاكر لما اتغلبنا، مش عاوز ارجع للمواضيع دي، بس لما اتغلبنا 5 لو كنا هدينا الفرقه او كان الفرقه تهدد كان ايه اللي حصل؟ كنت وصلت افريقيا؟ لا. كنت لعبت على الدوري دلوقتي؟ كنت خدت كاس؟ هو انت النادي الاهلي ليه؟ لانك لما بتقع سنه انت كبير بتقف بسرعه، ولما بتبقى على الاقل
ميزه الفرق الكبيره في العالم ان لما بتبقى وحشه بتكسب. ليه؟ لانه في الاخر مش تعالى قول لي يا كابتن ايمن الدوريات اللي كسبناها ماتش الترسانه بتاع سنه 86 عملت فيه ايه يا كابتن ايمن؟ كنت كويس ولا كنت وحش؟ ارقام النتيجه. انا بتكلم على حتى النهارده انت تسيدت المباراه النهارده في الشوط الاولاني 5 دقايق ولا 10 دقايق الفرقه لعبت قدامك اوكي خلاص عندك اخطاء وماله مفيش انت بتعدل واحد كمان يا كابتن مفيش طبعا مفيش كمال الكمال كسبان 3 طلع كسبان انت كسبان انت كسبان نتيجه كبيره 3-0 انت كسبان 3-0 عارف يعني ايه هو نتيجه 3-0 دي نتيجه قليله انت دي نتيجه كبيره نتيجه انك انت تكسب 3-0 وبتفارقه نتيجه كبيره وكبيره قوي في الدوري تعال قول لي كم فرقه كسبت 3-0 السنه دي في الدوري احسب احسب لي كم فرقه كسبت 3-0 في الدوري من الخصوم كلها مين اللي كسب انت كسبان 11 مره 3-0 انت كسبت 4 كسبان 10 3-0 وماتش 3-1 ماتش سموحه في الكاس ماتش هديك انت كسبان 3 هات لي الفرق الاخرى ده في فرق بتلعبك ده في ناس خصوم بيلعبوك بيلعبوا بيكسبوا 1-0 وبيبقوا اوحش فرقه في الدنيا وبيطلعوا يقولوا احنا مارادونات واحنا احسن ناس واحنا افضل ناس واحنا اقوى ناس واحنا 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 احنا مش عايزين نقول كده بس احنا طول الوقت طول الوقت حاسين بلعبتنا وحاسين بنادينا وحاسين باللي بيحصل له موقف صعب انا الكلام اللي انا بقوله ده ليه لانه الايام اللي جايه ضغط قوي جدا على النادي الاهلي انت رايح ماتش يوم الاثنين هتلعب في اسكندريه يوم الاثنين صح يعني بعد بكره احنا بقينا يوم السبت دلوقتي بالظبط كده هنلعب بعد بكره عندك سفر وعندي سفر اسكندريه وترجع من اسكندريه طب وريني بقى طب عندك بعديها بيومين الرجاء طب اللعيبه اللي لعبت دي هنقول لهم ايه هنقول لهم شد حيلكم وسيبوا الماتش بتاع فاركو اللي كسبتوه لازم تكسبوه للماتش اللي جاي طب. ولازم تكسبوه تطلع لازم تموتوا نفسكم وبعدين اخرج من السموحه الاعب الدور الثمانيه بتاع الرجاء هو في فرقه بتعمل كده احنا خلينا قدرك خلينا خلينا نلتمس لهم يا كابتن شريف العذر لو في اوقات ما بيبقوش فيها كويسه التمس لهم عذر ليه بلتمس لهم العذر لان صعب جدا اللي بيحصل مباريات متتاليه وبعدين مستويات عاليه انت بتتكلم انا مش بتكلم على الدوري المصري انا بكلمك ولو على الدوري المصري احنا لو مكتفيين احنا الاهلي بالدوري المصري والله ما حد هياخد دوري هتخلصه قبلها ب 10 اسابيع لو انت قاعد للدوري المصري لو انت راجل بتلعب كل 8 ايام ماتش زي في فرق بتلعب كل 6 7 ايام ماتش في الدوري انا بحضر نفسي بقعد طول الاسبوع اتمرن وعندي اللعيبه بتبقى مريحه لكن انت رايح لي على جنوب افريقيا تسافر بعدين ترجع لي على لعبنا في كاس العالم انديه فين في المغرب رحنا المغرب وبعدين ترجع لي على دوري وبعدين تقعد تسافر على افريقيا وبعدين تروح تسافر لي على حته تانية لا الموضوع صح عادل قدرك جدا قدرك كده ايوه ما انا انت الميراث بتاعك كم من البطولات واسم كبير جدا هتفضل طول عمرك كده هو الحاجات دي بتيجي ببلاش يا كابتن ما هو قدرك كده اللعيبه بتموت اللعيبه بتتعب قدرك بيموتوا نفسهم محترفين وكل حاجه ولكن بشر اتربينا على كده اتربينا على كده طول عمرنا طول عمرنا اتربينا على كده ايوه لا بس كم البطولات اللي انت شكرت كتيرة. الناس كلها على كم البطولات يا كابتن وانت اديت الاعذار اللي هي فعلا قدام الناس كلها ده انا 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 مشفق على اللعيبه احنا النهارده كام رمضان الصيام احنا بنبقى قاعدين تعبانين احنا قاعدين على الكراسي قلت لك كده تعبانين يعني 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 لا مبروك النهارده يا كابتن المكسب مكسب عظيم انا بحيي اللاعبين والحمد لله ان احنا طلعنا على القمه ولما بنطلع على القمه ان شاء الله مش عايزين ننزل خالص ان شاء الله باذن الله تعالوا بقى نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه endlich dann mit dem Elfmeter noch das dritte Tor erzielt und ich denke, über das ganze Spiel gesehen war der Sieg sicher verdient. احنا الشوط الاولاني كنا افضل اكيد من الشوط الثاني، الشوط الاولاني دخلنا في الجيم كويس، عملنا حاجات كتير من اللي احنا عايزينها، جبنا جونين ما اتحسبش جون، الدنيا كانت ماشيه كويس الشوط الاولاني، لعبنا ماتش كويس، بالتاكيد الشوط الاولاني افضل كتير من الشوط الثاني، الشوط الثاني بدات الامور يحصل فيها استهتار، بدا يحصل تراخي، تراخي في عمليه الضغط، في عمليه قفل المساحات. حتى في الهجمات المرتده اللي بدات تظهر لنا بدانا برضو نتعامل معاها برعونه ما بقاش فيها تركيز بعد كده جالنا ضربه جزاء في اخر المباراه وفي النهايه لما ابص على الماتش الشوط كله او الماتشين الشوطين بشكل كامل
اقدر اقول ان احنا حققنا فوز مستحق النهارده. مبروك النهارده على الثلاثيه. شكرا لكم فيرينزيك هويتا. الثلاثيه. ده الثلاثيه رقم 11. بس 11 مال دان دراي نول دان انتر داين فيورنج. وده الفوز ال 15 وخمس تعادلات في الدوري المصري. Und in der gibt es 15 Siege und 5 Unentschieden, keine Niederlagen bis jetzt. Das sind hervorragende Zahlen mit Ihnen. أرقام كبيرة وعظيمة. Sehr großartige Zahlen dann mit Ihnen und das gibt den Fans von الأهلي dann viel Vertrauen an Sie. Heute gab es dann viel Rotation, also Rotation. وعندنا ماتش سموحة بعد يومين. Sie haben viele Spieler, dann viele neue Spieler dann reingebracht dann in dieses Spiel. Dann am Montag haben Sie nochmal dann ein ganz intensives Spiel. Werden Sie nochmal dann rotieren, besonders dass Sie dann am Samstag noch ein wichtiges Spiel haben in der Champions League. Nur wichtige Spiele, eins nach dem anderen. Nein, dann macht schon immer Tani. Ja, wir müssen jetzt zuerst schauen. Also es ist natürlich immer so, wenn jetzt Pokalfinale, das haben wir gewonnen, da waren viele Emotionen mit dabei und war noch Verlängerung. Und da war wichtig, dass wir halt einfach auch diese Rotation machen. Ja, jetzt muss ich schauen, ob dann morgen, ob der eine oder andere vielleicht ein bisschen Probleme hat, ob er Schläge bekommen hat oder ob er vielleicht müde ist. Und, dass wir da vielleicht dann auch wieder eine Rotation machen oder die, die jetzt nicht gespielt haben oder wenig gespielt haben, dann dazukommen. Ich glaube, es ist wichtig, weil die Spiele vorher haben wir eigentlich fast immer so mit der gleichen Formation gespielt und dass die Spieler auch dann ab und zu mal eben eine Pause haben, sich wieder regenerieren können und dann beim nächsten Spiel wieder Vollgas geben. Und wir haben ein großes Kader und ja, viele sind auch zum Spielen kommen. Die einen nicht jetzt regelmäßig, aber es ist wichtig, dass sie dann eben in so einem Spiel auch dann bereit sind und gut trainieren und dementsprechend auch fit sind für die Spiele, die sie eingesetzt werden. طبعا كان بعد ماتش كاس ماتش مليان مشاعر كتير وحماس وكان ضغط مختلف خالص ولعبنا 120 دقيقه كمان فبتبقى الحاله البدنيه والنفسيه والذهنيه بتبقى صعبه بعد ماتش زي ده فلازم يبقى في تدوير او ان انا اشارك لعيبه ثانيه تقدر تشارك تعوض اللعيبه اللي ممكن تكون تعبانه شويه مش قادره خصوصا ان احنا في الفتره الاخيره ما بنغيرش في التشكيل كتير او في شبه ثبات في التشكيل لكن كده كده انا بكره هبص اشوف الاخبار ايه النظام ايه في اللعيبه مين اللي عنده قادر تعبان اصابات كدمات كل ده هنقدر نشوفه بكره عشان خاطر كمان اشوف مين هيبقى قادر ان هو يلعب ماتش يوم الاثنين في العموم انا يعني فلسفتي ان انا ببقى عايز اللعيبه كلها تبقى جاهزه طول الوقت كل اللعيبه ويمكن انتم ملاحظين تقريبا كل اللعيبه بتشارك و طبعا في الفتره الاخرانيه بقى في لعيبه مشاركتها بقت اقل شويه عن بدايه الموسم لكن اهم حاجه ان اللاعب يتمرن كويس يبقى جاهز دايما وانا بحاول ان انا دايما اخلي كل اللعيبه جاهزه طول الوقت عشان في لحظه زي دي اول ما هو ينزل يقدر ان هو يأدي يبقى شكله كويس في الملعب ده مهم للاعب وليا وبالتالي غالبا هيبقى فيه طبعا برضو تغييرات على ماتش يوم الاثنين بس ايه بالظبط وهتبقى حجمها قد ايه وهنرجع للتشكيل الاساسي ولا لا كل ده هعرفه بكره لما اشوف التمرين مين اللي جاهز ومين اللي قادر والظروف ازاي. Gewinnen des Egypt Cup und wenn du wünsche, wünsche den Gewinn des Afrikanisch Champions League Trophy. Sie sind am besten Trainer in der Egyptian Premier League. Niederlage erlitten haben. Sagen Sie mir, wie Sie sich mental und taktisch die Spieler auf Ahli, besonders bei Rotation, besonders Verletzungen.
السؤال كان باللغة الألمانية بخصوص بيهني كوتش بمناسبة الفوز بالكاس، وبيقول ان هو احسن مدرب موجود في الدوري المصري، ما تلقاش اي هزيمة في الدوري، وهو شايف ان هو احسن مدرب في الدوري. وبيسألوا بتعمل ايه، ازاي بتجهز اللعيبة تكتيكيا او فنيا وبدنيا، خصوصا مع وذهنيا مع وجود التدوير الكتير ومع تغيير اللاعبين. Es ist natürlich so, dass die Spieler ja immer mit dabei sind. Also wir haben nicht viel die Möglichkeit, mit dem ganzen Kader zu trainieren, weil jetzt auch nur zwei Tage dazwischen sind. Am dritten Tag spielen wir schon wieder. Also die länger als eine Halbzeit gespielt haben, die werden eigentlich praktisch nur Regeneration machen und dann ist schon wieder das nächste Spiel. Aber sie sind bei den Besprechungen dabei, sind alle mit dabei und ich zeige Videos von den Spielen, also das, was wir jetzt heute gehabt haben, das zeige ich Ihnen morgen auch dann und dann wiederhole ich mich natürlich auch und auf unsere Spielphilosophie bezogen. Das hören Sie immer wieder und wir greifen auch im Training ein, im taktischen Bereich oder wenn sie etwas nicht so gut machen, dass wir das Spiel unterbrechen und ihnen dann sagen, wie wir das gerne hätten. Und das braucht natürlich Zeit, aber wir sind jetzt ja schon 7 Monate hier und die Mannschaft hat das wirklich sehr gut aufgenommen und setzt es sehr gut um in den Spielen. Und wir hoffen, dass sie weiter konzentriert bei der Sache bleiben, dass wir so weitermachen können. Oh, الضغط الماتشات دي بيبقى فيه صعوبه ان الفرقه كلها تتمرن مع بعضها، يعني مثلا بكره هيبقى اللعيبه اللي لعبت النهارده اكتر من شوط لازم بتعمل بكره استشفاء، اللي ما شاركش هو اللي هيتمرن، لكن في النهايه احنا بنعمل قدر الامكان، بنحاول نستغل كل توقف كل تمرينه. كمان في جزء نظري مهم جدا، كل اللعيبه بتبقى حاضره فيه سواء اللي شارك او اللي ما شاركش، وبنبدا ان احنا نتكلم مع اللعيبه عن طريق فيديوهات، عن طريق الشرح ازاي ان احنا الفلسفه بتاعت الكوره بتاعتي ايه اللي احنا عايزين نوصله، وانا بعيد وازيد كتير لغايه ما اللعيبه تهضم الكلام اللي انا بقوله. بنعمل التمرين بالذات الجزء التكتيكي في التمرين، بنبدا ان احنا بوقف التمرين كتير، ببدا اشرح اوقف اللعيبه صح، اشرح لهم ازاي احنا عايزين نلعب، ايه اللي احنا عايزين نعمله. وفي خلال ال7 شهور اللي فاتوا اللعيبه اتطورت كتير، اتحسنت كتير عن الاول، بدات انها تطبق حاجات كتير من اللي احنا بنعملها واللي احنا عايزينها، لكن احنا لسه قدامنا شغل كتير. Wir wollen dann wissen dann über Christo, wie ist die Verletzung von ihm? Wissen Sie schon dann welche, ja, wie stark die Verletzung ist? Nein, wie stark das ist, weiß ich noch nicht, aber er hat den Fuß übertreten und ja, hat da Probleme gehabt, dass er hätte weiterspielen können. Und ja, alles andere, denke ich, kriege ich dann morgen zu hören. هو جاله التواء في الكاحل في الانكل وما قدرش يلعب، هنحاول وما قدرش. درجه الالتواء دي قد ايه او درجه قوه الاصابه دي مش هقدر اعرفها النهارده، طبعا هتبقى بكره بعد الاشاعات وكده، وبكره هعرف درجه الاصابه هتبقى عامله ازاي. طبعا خساره كبيره لان هو انتظر الفرصه كتير وكان نفسه طبعا ان هو يشارك، ودي كانت اول مره يبدا، وطبعا حاجه يعني مراره كبيره ان لاي لاعب صغير ان هو بعد 12 دقيقه يخرج بسبب اصابه وهو منتظر اللعب بقاله فتره. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا طبعا تعليق كابتن سامي قمصان ومستر كولر على المباراه ونتيجتها. كان في رضا طبعا عن المكسب، مكاسب كتير النهارده اتكلموا عنها الاثنين، من اهمها طبعا الحصول على 3 نقاط، استعاده صداره الدوري مره اخرى، تجربه العديد من الجوانب الخططيه اللي كان الجهاز الفني عايز ينفذها في الملعب، الدفع بعدد من اللاعبين بعد غياب زي طاهر محمد طاهر. ولو جينا اتكلمنا عن طاهر محمد طاهر برضه عايز اقول له ما تزعلش، ده ممكن يحصل ان انت نزلت لعبت بسبب تغيير اضطراري، فلعبت فتره كبيره بعد غياب، يعني لعبت ساعه. كان ممكن فكر مستر كولر في المباراه ان هو يدي لك جزء من الشوط الثاني او يدي لك الشوط الثاني، فهو برضه خوف عليك. يعني انا رايي ان انت ما تزعلش، بدايه طمنت بيها على نفسك، كنت عايز تبقى احسن من كده، بس دي البدايه بعد غياب كبير، عادي مفيش مشكله انك انت تخرج
لرؤيه مستر كولر، هو بيحاول يجهز كل اللعيبه، بيحاول يدي كل واحد على قد الفتره اللي هو بيلعب فيها، بقاله فتره غايب، فبدايه كويسه، مفيش زعل ابدا لطاهر محمد طاهر، هي بتبقى وجهات نظر. الجهاز الفني هو بيبص على حاجه تانية خالص، ان في موضوع طاهر بالذات ان هو راجع بعد اصابه خد وقت كبير. مستر كولر ممكن يكون بيفكر ان هو كان هيديله جزء من الماتش الشوط الثاني، فهو خد وقت كبير، دخل تقريبا في ساعه بعد التغيير التراري اللي هو نزل بسببه، فعادي وضع طبيعي، بدايه كويسه لطاهر، الجاي افضل ان شاء الله. كابتن شريف كلها مكاسب، يمكن نفس الكلام اللي اتقال ان الشوط الاول كان شوط جيد، او النادي الاهلي ادى اداء جيد، وخاصه الشوط الاول. الشوط الثاني وضع طبيعي ان فاركو يخش في اجواء المباراه، الشوط الثاني زي ما قال له كابتن سامي قمصان ومستر كولر ما كانش بنفس المستوى بتاع الشوط الاول، بس ده وضع طبيعي الفتره دي بالذات، لان في ضغوط كتير جدا جدا جدا. وقال في الاخر كمان مستر كولر ان احنا خلاص قفلنا الصفحه بتاعه ماتش فاركو مباشره دلوقتي، وبنتكلم بقى وبنحضر نفسنا لماتش سموحه اللي هو كمان يومين. اهم حاجه يا كابتن في كره القدم الفوز. لعبت كويس او متوسط او النهارده الشوط الاول كان جيد، الشوط الثاني مش جيد، اهم حاجه انك انت تفوز، تفوز بالثلاث نقاط او تفوز بالدور اللي انت بتلعب فيه، وكل شيء يبقى والامور ماشيه في مصلحتك انت. مفيش مدير فني في العالم ما بيتمناش لكل اللعيبه اللي بتلعب معاه ان هي تبقى في احسن حال. هيبقى قاعد بيختار بقى، ألاعب ده النهارده، ألاعب ده بكره، أدي ده نص ساعة، أدي ده شوط، كل دي امتيازات ونجاحات بتيجي برضو من الفوز أو بتيجي من التقدم، بتدي مساحة للراجل اللي هو مسؤول عن الفرقة إن هو يعمل أي حاجة. النهارده طلعوا وقالوا إحنا بنجرب تاكتكس وبنجرب حاجات كتير قوي، لأن المرحلة اللي جاية هي الحفظ على الميراث اللي هو الأكبر، بطولات النادي الأهلي الكبيرة والاضافه ليها. انت السنه دي خدت سوبر وخدت كاس مصر، ورايح تلعب سوبر كمان، خدت بالك؟ ورايح تلعب في افريقيا، وقبل كده لعبت في كذا وكذا وكذا وكذا. فمن الطبيعي جدا ان احنا النهارده نبقى مبسوطين بفرقتنا او سعداء بالنتيجه. انت بتتمنى بقى ان كل حاجه تبقى بيقولوا بالفرنسيه كوم الفو، يعني على اكمل وجه، كويس؟ ده مش حي يعني مش في الفرق كلها يعني. وبعدين الوقت والضغوط والمساحات مش بتاعت اللعيب المصري كمان، اللعيب المصري غير اللعيب الاوروبي، مع احترامي يعني، اللعيب المحترف اللي بيلعب بره ده تاسس على هذا الشكل، تاسس يلعب 48 ساعه، يلعب 72 ساعه، ياخد طياره ويلعب، ولكن ادوات الملاعب والحاجات هناك بتسمح له والجماهير انه يبدع، يدي لعبه، ما عندوش فرصه تانية. ما بيلعبش لو هو سليم، مش هيلعب وهو مصاب. كل واحد عايش هناك بشكل احترافي، ده اللي ينقص الكره المصريه، انك انت تلعب بشكل احترافي، تبقى بره ملعبك قبل المباراه بشكل احترافي، تبقى عارف ان النهارده لو فرقتك بتمر بظروف مش مظبوطه وعندك لعيبه اصابات كتير، انا حافظ على نفسي اكتر وابقى اساس الفوز، والمسؤوليه تبقى عندي انا. وده كله اتعلمناه وخاصه في النادي الاهلي الحقيقه، وده شغل اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي هي بتسيب بصمه في حياتها مع اي نادي او مع اي منتخب بتلعب فيه. فالمكسب النهارده ومكسب امبارح ومن مكسب لمكسب، هتعمل ايه في اخر السنه يا ايمن؟ هتروح مسقف للاداره كلها ومسقف للاعبين كلهم، وهو ده اللي احنا بنتمناه لكل الدنيا. فمبروك المباراه دي، حتى المباراه الجايه باذن الله لو اتلعبت، لا ما اتمناش تتلعب دي، نفس الشكل بنفس الاداء بنلعب زي مباراه الكؤوس، قطعه قطعه، تخش تكسب سموحه الماتش الجاي في اسكندريه بقى في اي حته، ترجع تقفل على نفسك معسكر لفرقه الرجاء، لو عملت نتيجه كبيره باذن الله قدام الرجاء خلاص اللعيبه كلها بتبقى تحت امرك، الثقه كلها تبقى موجوده، كله بيجرب، كله بيلعب الريسك بلاي، كله عايز يعمل اي حاجه اتعلمها في كره القدم. المعنويات والحاجات اللي انت اتكلمت فيها زي طاهر، حاله طاهر محمد طاهر ده في الكوره يمكن الراجل خايف عليه ومش عايز يتعور، بيفكر ان هو هيديله وقت معين، زي ما انت قلت بس الظروف اضطرته ان هو انت قلت احلى حل،
انا ما كنتش هلعبه النهارده مباراه كامله. الراجل الظروف جابته 30 دقيقه اول المباراه الشوط الاول و30 دقيقه الشوط الثاني ساعه مظبوط على حالته اطمن عليه يعني. على حالته اللي هو رايح فيها بيراقبه. انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده ايمن لما تجيلك بقى كابتن شريف يتكلم. انا اتفضل. ف انا النهارده براقب طاهر محمد طاهر من حالته البدنيه من حالته الاستشفاء بتاعته ازاي بيتعامل مع الكوره ازاي عودته من المباريات مخليها موجود ليه وجود في الملعب. قمه طاهر محمد طاهر واداء محمد طاهر اللي احنا كنا من سنه فاتت والوقت ده ده مش هيجيبه الا طاهر محمد طاهر هو ده اللي هيجيبه وهو ده اللي هيلعب عليه او هو ده اللي هيركز فيه. هو ده ما كان بياخد الكوره من ناحيه المنجلفت وبيقطع براس واحد واثنين وثلاثه مخه كان شغال في الحكايه دي لازم هو يرجع نفسه في البدايه. بس احنا النهارده ما بنقولش تقصير بنقول النهارده محافظه عليه وما نقدرش نقول غير كده. ف لعيبه النادي الاهلي زي ما عادل وكل الكباتن باركوا لهم النهارده بس بيطلبوا احسن وجه ليهم الوجه اللي احنا دايما متعودين عليه لما بيلعبوا ربع ساعه وبيمسكوا زمام الامور. وعلاء قالك النهارده اول تايم عاملين كردو على الفرقه الثانيه خانقينها مش مخليها تلعب كوره. هو ده شكل النادي الاهلي السيطره والتركيز اللي انت بتخلص فيه. وما محمد شريف يا اسامه خارج من عدم ثقه كله عايز يرجع له الثقه كله عايز يبقى موجود في الملعب يؤدي يؤدي مصلحه نفسه ومصلحه فرقته. وعندك من العديد انت المكان الوحيد اللي ما عندكش فيه بديل الباك ليفت. وانا كنت فاكر ان ايمن اشرف النهارده هيكون له دور بصراحه يعني كان مفروض لو كان الاداء عادي كان ايمن اشرف يكون ليه الشوط الثاني كلنا توقعنا كده. فباذن الله ايمن كمان من اللعيبه الجيده جدا واللي روحها حلوه وانت محتاجه في الفتره الجايه اكيد محتاجه في الفتره الجايه. عشان كده انت هتلاقي النهارده في التغييرات غير في العمق الدفاع وقلق ولما الحكايه 1 2 3 4 4 فرص كانت ممكن تدخل الفرقه اللي قدامك جوه الجيم. ف ده كله موجود في الكوره وكله الناس مقدره الجماهير اللي بتقف في المدرجات دي النهارده انت عارف بيقولوا ايه؟ كسبانين 2-0 شد حيلك يعني حاسين باللعيبه وبيدوا اللعيبه البوش او بيدوا له انا جاي النهارده عشان اشجعك انا واقف هنا النهارده العب لي انا حاسس ان انت الكبير انت الاحسن احنا مع بعض بنكمل بعض. فدي شيمه الاهلي الكبير مبروك النادي الاهلي مبروك اللعيبه وعقبال الماتشين الجايين اللي دول مهمين جدا. ماتش سموحه ايمن بيبعدك بقى خلاص ان شاء الله باذن الله. وزي ما اسامه قال وعلاء قبل كده وعادل وبلال كان معانا وانت قلت مش ممكن الفرقه الثانيه هتمشي وتيره واحده الحكايه الوتيره الواحده دي ناس ليها افضليه وخبرات فيها. فباذن الله الماتش الجاي يخلص برده على خير ونخش بعد كده على بطوله افريقيا نثبت فيها ان احنا في الكوارتر في السيمي فاينال باذن الله. باذن الله رب مبروك النهارده. الله يسلمك. كان التعليق سريع بص يا ايمن موضوع طاهر وانه نزل واتغير بعيد عن موقف طاهر نفسه النهارده ممكن يكون الراجل زي ما انتوا قلتوا كان عامل حسابه انه راجع من اصابه مش هيلعب مثلا لغير في الشوط الثاني متاخر بتاعه هو لعبه في الدقيقه 15 وطلعه في الدقيقه 83 يعني تقريبا نص ساعه الشوط الاولاني وحوالي 40 دقيقة الشوط الثاني هو طلع في الدقيقة 83 بالظبط. بعيد عن موضوع طاهر نفسه أنا وجهة نظري أنت في اللعيب وفي الفريق في اللعيب وفي الفريق أيوه الطبيعي نمرة واحد أنت طبعا مفكر في الاثنين نمرة واحد أنا بشوف مصلحة الفريق الأول في الوقت ده في الوقت بتاع المباراة وبرضه بحافظ على لعيبي. انت بتتكلم بقى دلوقتي على نواحي جوه الملعب، نواحي فنيه جوه الملعب. انا ممكن جدا لعيب عندي وممكن اللي هو طلعته ده مثلا زي طاير مثلا نزله وبعدين طلعه الماتش الجاي يبتدي اساسي. دي ممكن بقى اتكلم فيها بعد الماتش معاه ونرجع طبيعي. بس اللي انا اتعلمته انا وجهه نظري ومقتنع بيه مع مدربين اجانب مع تسوبل مع جوزيه مع غيره يعني. عملوها قبل كده ومدربين اخرين عملوها. انا دلوقتي لما باجي اغير لعيب يا ايمن انا انت النهارده كسبان ممكن جدا
في موقف انت تاني مغلوب فيه او متعادل فيه ونزلت لعيب وغيرت لعيب، برضو مش بتكلم على موقف طاهر تحديدا، انا بتكلم على اي موقف حد حصل له كده. انا نزلت تغيير يا عم انا متامل فيه ان مثلا هينزل يعمل لي حاجه في الشكل الهجومي جامده جدا عشان انا مثلا متاخر وعايز اتعادل. ايوه طيب نزل وكان ملخبط خالص مش موفق بيضيع لي اجوان مثلا لو هو كده. طيب لا العكس، لو انا مثلا كنت منزله في خط الدفاع عشان انا كسبان وهيحافظ على حاجات معينه ونازل ملخبط نفسه ومثلا بيدي انفرادات للناس التانية ومش ماشيه معاه خلاص. انا دلوقتي هفكر في الفريق ولا هفكر في اللاعب؟ نمره واحد هفكر في الفريق. الفريق يبقى اذا اللاعب ده لو انا شايف ان في تغيير تاني هعمله، طب افرض اللي جنبه اللي بيلعب من اول الماتش كان احسن منه وانا نزلته وهو كان سيء عشان هو انا نزلته متاخر او تغييره ما غيروش، لو انا عايز اعدل اعدل الواحد اللي كويس اللي جنبه يعني اللي بيلعب من اول الماتش كان احسن منه خلاص وهو نزل واوحش من التاني ومغرقني ما غيروش عشان اقول اصل انا نزلته وطلعته اصل كده انا خايف عليه. الكلام ده انا بعد الماتش ما ينتهي انا اتعامل معاه بقى نفسيا، اكلمه عادي جدا، انت النهارده مثلا ما كنتش موفق، النهارده كذا، وممكن تلاقي الماتش الجاي يلعب يبتدي اساسي. انا بقول لك بعيد عن موقف طاهر كطاهر، انا مش بتكلم على الموقف بتاع النهارده، انا بتكلم في الكوره ان انا بصلح سواء انا كسبان وانا خسران انا متعادل بصلح الوضع القائم قدامي. دي وجهه نظري الشخصيه ومقتنع بيها وما فيهاش حاجه، والاحتراف كده ما فيهاش مصيبه يعني ان انا نزلت لعيب وبعد نص ساعه او ساعه او ساعه الا ربع بتاع غيره تاني عشان انا عايز اعمل حاجه، ودي ما بتبقاش متكرره يعني بتحصل في مواقف في كل مثلا كم ماتش في السنه ولا لكن ممكن يحصل الموقف ده. استثناءات يعني شنو انت عايز اقول لك عليه؟ أيوة. يعني اهم موقف بيحصل نتيجه المباراه، من نتيجه المباراه تقدر تعدل. أيوة. يعني خلينا نتكلم على الموقف ده النهارده، الموقف ده انا بقول لك بعيد عن الموقف بتاع لا لا اصل ماشي. بعيد عن الموقف المدرب بيدين نفسه انه عمل تغيير غلط. لا ليه؟ لا انا نزلت واحد مثلا متوسم يعني فيه عشان كده هيعمل ما بتحصلش الا كل فتره طبعا مش كل فتره، ولكن انا عايز اقول حاجه، انا دلوقتي احيانا النتيجه بتجبرني اعمل حاجات غلط اصلح غلط. ممكن اعمل حاجه غلط اصلح بيه اغلاط كتير او غلطات كتير. حلو. لكن احنا خلينا نتكلم على موقف وانت كسبان. لما تكون كسبان يبقى انت بتراعي اللي بكره، المباراه بكره، نفسيه اللاعب والحاجات دي. هو ما لهاش حل واحد الا طاهر النهارده الا مدرب الاحمال اللي قال لكولر ما يلعبش اكتر من كذا دقيقه، بقاله فتره مش موجود، لانه بيحسبوها بالسبرنت، بيحسبوها بالتوقيت نفسه عشان ده علاج. يعني هو الراجل راجع من اصابه فتره طويله فلازم ياخد له حوالي مثلا 60 دقيقه مش اكتر. ماشي. هو كابتن اسامه قال لك ده ممكن يكون فكر من افكار الراجل فعلا. يا عم انا مهمة. يا عادل دلوقتي. عادل ماشي. دي ممكن تكون، لان انا متاكد لو كولر طب هقول لك بس النهارده لو ما فيش 60 دقيقه ما كانش طلع طاهر. يا سيدي ماشي، انا بتكلم هو خاف على طاهر ما خافش على الفرقه، خلي بالك. ماشي انا بتكلم في ايه؟ انا قلت لك بعيد عن موقف طاهر النهارده. أيوة. ممكن طاهر زي ما انت بتقول يكون راجع من اصابه فالراجل مش عايز يعني يلعبه وقت كافي. طبعا يعوره. لكن انا بتكلم في مواقف عموما تانية. يعني بتكلم عموما انا عملت تغيير حصلت في كاس العالم. ماشي. بعيد عن طاهر. بعيد عن موضوع طاهر. حصلت في كاس العالم. انا عملت تغيير يا ايمن عشان اعدل بيه حاجه. أيوة. واللي نزل كان ملخبط لي الدنيا. هو عشان انا نزلته بمعنى كده ان انا غيرت تكتيكها يا كابتن مثلا ايا كان، او الفرقه الثانيه عملت رد فعل تاني فلازم اظبط الفرقه تاني. عادل انا فكرتي في ايه؟ عادي في كاس العالم دي عادي. ومانويل جوزيه عملها، مانويل جوزيه كان بيعملها بعد ثلث ساعه، وسوبل عملها، اي مدربين اجانب شفتهم يعملها. لكن احنا بنستصعبها قوي في لا احنا بنتكلم على موقف اليوم. لا موقف اليوم ممكن يكون وجهه نظر. موقف اليوم، موقف اليوم ان لو كولر جه حط ان هو الدقايق اللي يلعب فيها طاهر ماشي ده حاجه طلعه عشان الدقايق، لكن لو هو غيره عشان تكتيك
لا انت كسبان 2-0 يا سيدي احنا ده بيلعب في الحته الاماميه عادل وكان داني. عنده ناس ممكن يغيروا بالشريف مثلا عادل وشريف لعب المباراه كلها عادل لكن هي ملهاش حل الا يا سيدي ماشي انا ما بتكلمش دلوقتي على انا فاهم انا فاهم موضوع طاهر بس احنا بنقول للناس بس المبرر اللي الناس تبقى فاهمه من موضوع كولر مش كولر. عدم ثقه فيه لا احنا ما بنقولش عدم ثقه لا انا بتكلم مش انا يا كابتن انا بتكلم بقول اصل هو التغيير اسامه جنب الراجل يعني مش جنب اللاعب وجنب الراجل اسامه مش انا ما لا انا مش بتكلم لا بيتكلم على عادل بيتكلم على رؤيه الناس على التغيير دوت يعني للتغيير لا ده هو أو انا اقصد دايما ايه ان الناس هو كابتن ما ضربش مثل بطاهر بتستصعب بره طاهر بتستصعب الموضوع ده لكن في مواقف انا كمدير فني عليا حلها وقتيه انا قلت لك انا عملت تغيير وخسران مثلا واللي نزلته ما كانش موفق خالص موفقين. ما لا مش بتكلم بقولك على موضوع طارق بقولك ما كانش موفق خالص وملخبط لي الدنيا وعندي تغيير هل انا عشان انا نزلته وفي واحد جنبه كان بادئ ماتش كان احسن منه اغير اللي احسن منه عشان انا لسه منزله اغيره ايوه بعد كده بقى بيني وبينه بقى نتفق نتكلم بقى على دي بس احنا بنتكلم على الموقف اللي حصل عشان الناس تعرف لا علشان الناس تعرف طاهر محمد طاهر ده كان الاساسي ان تغيير كان الاساسي بتاعه اول ما جه هو لا هو 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 اللوجيك في موضوع طاهر محمد طاهر الدقائق لان هو لو كان عايز يغير كان ممكن يغيره في اول 10 دقائق من الشوط الاول الثاني لما لقى ان فرقه فاركو هجمت عادل انت عارف يا عادل ان طاهر النهارده كان هياخد 80 دقيقه عادل كان هياخد طاهر الشوط الثاني ايوه بالظبط كابتن هو مديله هو خد اكتر من بص يا كابتن مدرب الاحمال بيحصل ايه لما بيخلص اللعيب العلاج يعني طاهر الجي بي اس بيشتغلوا بيه وبيشتغلوا بالنبض وبيشتغلوا بحاجات كتير قوي فده مدرب كولر اكيد الراجل بتاعه قال له طاهر في اول مباراه هيديني لازم تدي له 40 دقيقه 50 دقيقه مش اكتر من كده ممكن تعوره ده لوجيك اللي انت بتقوله فهو الراجل قال له كده فاول ما طلع هو خاف على طاهر اكتر من الفرقه النهارده انت فاهمني صحيح طيب كابتن علاء يمكن نتكلموا كباتن على في مكاسب كتير طبعا من المباراه خلينا نتكلم برضو على نتائج مباراه اليوم اللي كانت بتقام مع في نفس توقيت نادي الاهلي وفاركو اسوان وبيراميدز 3-0 لاسوان اتحاد سوري البيراميدز والاتحاد وسموحه 3-1 لنادي الاتحاد واتغير طبعا جدول الترتيب النادي الاهلي في المركز الاول 50 نقطه وبعدين فيوتشر 48 نقطه بيراميدز 43 نقطه الزمالك 39 نقطه في المركز الرابع ونادي الاتحاد سكندري 39 نقطه في المركز الخامس كابتن علاء يمكن اتكلمنا كتير في موضوع طاهر محمد طاهر وخلاص يعني قفلناه وانتوا بس نسيتوا حاجه في موضوع طاهر ايه وكل واحد اتكلم من وجهه نظر تحترم وصح جدا المهم بقى الوقت ايه ان حد يوصل لطاهر طاهر انت فاهمني هو عادل قال لك اكيد وكابتن اسامه قال هيقعد معاه اكيد لازم يقعد هو متفق معاه اكيد لا بيقول بعد المباراه اتفاق ما اعتقدش ان اتفق لان انا مش متفق معاك عادل اقول لك انا لاعبك كذا بين المدير الفني وبتاع الاحمال لكن اللعيب نفسه مش هيلعب فيها في لكن ده المهم عشان ما ياثرش على الحاله النفسيه بتاعه بص يا بص يا لازم تعرف عقليه اللعيب المصري مهما كان وصل وبيلعب فين في قمصه وفي زعله تحس ان هي كبيره قوي على نفسه وسام قال لك حصلت وعلى فكره مكتوجزيك حصلت وعادل اكيد هو موجود في مجال التدريب حصل اكيد كابتن شريف ما انا بقول لك مع كابتن جوزيه حصلت كتير قوي وكابتن شريف اكيد شافها لكن انا بتكلم على انت العقليه نفسها العقليه اللاعب نفسه انت برضو خد بالك بتتعامل مع عقليه مصريه مش انت مش بروفيشنال يعني على الاخر لا برضه بيحب حته العاطفه عنده عاليه قوي طب. فكلمه من مدير الفني النهارده بعد المباراه مش لازم بكره هتخلص الموضوع ده كله حتى لو طاهر طالع زعلان وده اللي كان واضح صح. وده طبيعي على فكره اي حد مكان طاهر هيبقى زعلان لكن اول ما مدير الفني بيقعد يتكلم معاه دي عنده بالدنيا بتبص بتخلص كل حاجه لان برضه في ناس النهارده هتتصيد النهارده الموضوع ده يقول لك شفت فاهم وممكن يعمل لك مشاكل واحنا ما شاء الله موضوع السوشيال ميديا بتعمل كوارث فالنهارده احسن علاج للموضوع ده واللي انا متاكد منه هيحصل كولر او سيد هيكلموا عطار لازم يكلموا عطار النهارده لازم قبل ما يروح بيته لازم يعرف النهارده
طاهر انا عملت كذا كذا كذا. هو مش على فكره مش مجبر يوضح له خالص، لكن هي حته نفسيه، لانك انت بتلاعب بتكلم مع لاعب. ما علاء يقصد لو مش هيوضح له هتبقى مقصوده بالظبط. انت برضه لعيب لما جه من الاول قال لك كابتن شريف كان لعيب اساسي عندك، فيهمك ايمن خد بالك الحته النفسيه بتفرق طبعا جامد طبعاً جدا طبعاً مع اللعيبه. اللعيب لو اتعاملت معاه نفسيا هيديك قلبه وعينيه. يعني في مدربين فنيين كبار كانوا بيتعاملوا بالحته النفسيه وحب اللعيبه دي، انت كنت في اوقات بتنزل عشان تموت نفسك عشانه هو بدون ذكر اسامي. لكن دي مهمه جدا خصوصا عندنا هنا في البلاد العربيه، دي مؤثره جدا. صح. بره العاطفه دي ميته، لان انا بعاملك انت بروفيشنال، بعاملك ليك وعليك، لكن حته العاطفه دي مش موجوده. صح. يعني كتير قوي بيبقى لعيب وحش وكده ممكن يروح اسامه واخده ومتكلم معاه خلاص هو يروح تمام هادي. صح. الموضوع ده بص كلنا جربناه وكلنا مرينا بالظروف الوحشه دي، عمرنا ما كلنا في احسن مستوى لينا، الواحد كان بقى فؤاد بيجي في اوقات وحش، لكن لعيب كبير يكلمك وصاحب مدرب يكلمك المدير الفني يكلمك دي عندك تفرق معاك. لا انت بتروح يا ايمن انا فرحان ومبسوط. صح. ان الراجل اتكلم واداني ثقه تاني. صح. ورجعني تاني ان انا لا لازم يبقى ليا مكان في الفريق. صح. هو ده الاهم النهارده بغض النظر انت الحمد لله كسبان ثلاثه وثلاث نقاط مهمين وطلعت المكانه بتاعتك اللي ان شاء الله مش هنزل من عندها ان شاء الله بإذن. الاول في حاجات في الفريق انت بتلمها بقى، بتشوف الحاجات النهارده الرتوش الخفيفه اللي هي ايه تخليك تكمل الطريق بتاعك الطويل اللي اتكلم عليه كابتن شريف واسامه وعادل، وانت الفتره القصيره قوي اللي فيها مشوار كتير جدا. فانت محتاج هنا انت محتاج كل لعيب في فرقتك محتاجه، لانك هتيجي عليه فتره عليك هتحتاج كابتن شريف لازم تلاقيه واقف كويس. قول ده يخلينا يعني اكلمك في حاجه يمكن اثرها كابتن شريف وكابتن اسامه. الفتره اللي جايه فكر مستر كولر في التعامل مع بعض المباريات كويس هو النهارده شفناه وماتش بيرنز في بعض الاوقات بيلعب باسلوب غير الاسلوب اللي احنا متعودين منه عليه. كنت عايز اكلمك على الجزء ده، هل بيفكر في حاجه معينه لمثلا ماتش الرجاء بيفكر بطريقه او باسلوب فبيبتدي في بعض الفترات دلوقتي يجربها في بعض المباريات في الدوري المحلي، وعايز اكلمك على ثنائيه ديانج ومروان عطيه في نص الملعب. طيب اول نقطه مش لازم بعمل حاجه جديده عليا عشان الرجاء. هو الطبيعي مش بيفكر في الرجاء، لكن هو بيعمل التغيير في التكتيكي ده في المباراه في نفس بعض المباريات ان انا ممكن استخدمه، بس لو استخدمته الشكل يبقى ايه؟ فاهمني؟ فدي على فكره ذكاء منه. هو لما بيشوف بالظبط. لما اقلب الطريقه العب خمسه ورا واحافظ على نتيجتي بتجيب معاه فايده ولا لا؟ فهي ماشيه معاه كويس. عملها ماتش بيراميدز وعملها النهارده مديله ارتياحيه تمام، مش لازم يفكر في ماتش الرجاء، هو بعيد قوي عن الرجاء ايمن. لكن هو انا ليه مفكر العب بخمسه هشوف الشكل ايه؟ والعب باثنين قدام والعب على كور هجمه مرتده، انا شكلي هيبقى ايه؟ مع الفلسفه بتاعته مع نوعيه اللعيبه مع التمركز بتاع اللعيبه، يعني النهارده كان ممكن لو ايمن اشرف سليم كان مكان ما يرجع حمدي ولا يروح منزل ايمن اشرف ويلعب متولي وايمن اشرف ومحمد هاني هيقفلوا الحته دي وهيبقى ايمن اشرف ناحيه علي معلول. انت فاهمني؟ راح اتامل علي معلول وايمن وهاني الناحيه الثانيه، فهو كلها ايمن على فكرة أنا عاجبني تفكير كولر ماتش بيراميدز النهاردة إن بدأ يعمل حاجة بديلة اللي هو أنا مش لازم ألعب طول المباراة مفتوح مهاجم ومفتوح لا طب أنا ليه؟ طب ما أنا أريح نفسي أما أكون مطمن على النتيجة طب ما أنا ألعبها دفاعية شوية ومش عيب على فكرة أنا خلاص دايما أنت بتدور على الهدف الرئيسي، الهدف الرئيسي النهاردة أنت أخذته الحمد لله حققته 2-0 والى حد كبير انت ضامن شكل المباراه. طب انا ليه اريح لعيبتي على فكره خمسه ورا دي وبتلعب نص ملعب بس انت بتريح تقريبا ثلاث ارباع فرقتك اللي بس يبقى عنده اجهاد شويه اللي هم الاثنين اللي قدام لو الكوره انت بتقلل الاجهاد والضغوط على هو ده اللي فكر بدنية. على فكره ذكي جدا ان هو بيقلل كميات الجري بدنيا بيحافظ على لعيبته ثانيا ليه ما عملش افكار جديده المدرب اللي بيفضل على فكره واحد ده مش كويس لكن انا طول الوقت طب انا ليه بفكر على فكره هو ذكي جدا ان هو بيختار التايمنج الصح ان انا اغير فيه طريقتي اولا انت بس هو ما كانش بيعملها قبل كده خالص ما انا بقول لك يعني هو عملها الماتشين الاخرانيين كولر كل فجاه كل مره بيفاجئك بحاجه ديفرنت فاهمني هو خلاص يعني هو ممكن يغير فطريول قوي يعمل الخطه المناسبه للاعيبه النادي الاهلي لشكل الدوري العام وضغط المباريات والاهم من كل ده افريقيا فهو بدا كل شويه يا اما يعمل
يغلق في نص الملعب. يعني هو برضو خلي بالك ماتشات افريقيا واخده حيز من تفكيره برضو. لا لو قلت له لا يبقى انا غلطان. طبيعي طبيعي يا ايمن، عشان كده هو بيجرب النهارده. هو بيجرب في الحاجه اللي لحد كبير سهله، عشان اما انا محتاجها مثلا في الرجاء وربنا كرمني بنتيجه وعايز اقفل الجيم. على بالزبط. فكره كل فرقه العالم بتعمل كده. اوعى تخيل ان فريق او منتخب في العالم كله بالزبط. ما بيلجاش لكده. المغرب عملت احلى لقاءاتها ومش عارف مكسره الدنيا في كاس العالم، ما غيرش طريقته لكن كان محفظ الطريقه كويس قوي. الريال ماتش 4 مع برشلونه. انت فاهمني انت بتتكلم في ايه؟ فالفرق يعني. على فكره الفرقه العالميه طبعا ذكاء المدير الفني، وخصوصا بص ايمن لما يكون عندي الامكانيات وعندي الادوات ان انا لما اغير ما حصلش دروب في فريسي. لعبت النادي الاهلي فريق النادي الاهلي لما غير الشكل ما حصلش مشكله. يعني اسامه اشاد بيه في ماتش بيراميدز، والنهارده كابتن شيفي كان بيتكلم عليه في الشوط اللي لعب بيهم الماتش النهارده. عادل دايما كان بيتكلم يقول لك ان كولر بدا مش حكايه تدوير لكن بدا يعمل الشكل المناسب لفريق النادي الاهلي على خطه الموسم كلها. وده مدرب في منتهى الذكاء. انا خلاص الوقت انا حافظ فرقتي، حافظ الطريقه اللي بتناسبهم، وفي طريقه تانية وقت ما بغيرها ما بيحصلش دروب في الفريق، وده اهم حاجه. فكره ممكن ابقى مدرب وفجاه اغير الطريقه الفريق ضاع مني تماما. لكن النهارده يحسب لكولر الى جانب اللي انت الحاجات قلتها الزياده الايجابيات ان النهارده تاني مباراه على التوالي لما بيغير الشكل بتاع النادي الاهلي ما بيحصلش الدروب اللي هو ممكن تقلق منه. فتخيل انت ان شاء الله بفريقك الكامل بقى وقت ما تحب تغير الطريقه بعناصرك كلها كامله مفيش اصابات وان شاء الله تبقى كسبان مش هيحصل حاجه. هو قدر كمان في الفتره اللي فاتت ديت زي ما كنتوا بتتكلموا على موضوع التدوير تجهيز بالظبط معظم اللاعبين كله اللعيبه كلها جاهزه. وبعدين واضح ان هو عارف امتى هيدي لكابتن شريف. النهارده اسامه هياخد مش عارف 40 دقيقه كده، هو بيعملها مع مدرب الاحمال لكن هو ما بيقولش للاعب. هو يدي اللاعب يسيبه يبذل اقصى حاجه عنده لكن هو عارف هو هياخد منك قد ايه والتايمنج اللي هتخرج منه قد ايه عشان حاجتين مهمين جدا. عايز اخرجك مفيش اصابه، اطمنت عليك بدنيا، والحته اللي هي بقى الحته الفنيه واللي هي الانسجام مع اللعيب. أيوة دي هتيجي هتيجي، دي مش هتيجي، دي ما فيهاش مشكله هتيجي هتيجي. فهي دي اللي بتفرق. بتفرق من لعيب لعيب طبعا. في لعيب بينسجم بسرعه، في لعيب بياخد وقت. يعني مثلا دايما احنا بنتكلم في الاستوديو هنا حتى ما يكون بلال ان ديانج بيبقى احسن حالاته لما بيبدا. مظبوط. دي حاله لعيب عندك في الفريق لازم اكلمك فيه ده. دي حاله فريق، دي حاله لعيب عندك لازم تبقى انت كمدير فني في الحسبان. عاملها في الحسبان. في لعيب لما بيبدا المباراه ما بيبقاش كويس. ايوه. في لعيب لما بيبقى احتياطي بينزل الموضوع بيختلف تماما. مظبوط. ومرنا احنا بالناس دي كتير قوي في الفرق. في لعيب لا لما بيبدا ديانج يبدا المباراه انت متاكد ان ديانج النهارده هتاخد منه على الاقل 90% امتياز. نفس الكلام عند واحد كمان عند محمد شريف. محمد شريف بيحب من نوعيه اللعيبه اللي بيحس دايما المدير الفني انا ثقتي فيك عاليه جدا جدا. عشان كده النهارده فرحه محمد شريف بالهدف فرحان اكنه ده اول هدف يجيبه في النادي الاهلي. هو بالمناسبه خد رجل المباراه لان الهدف حلو وتحركاته حلوه وعاملها عامل الجول حلو قوي. هو محمد شريف النهارده على فكره انا عن نفسي عاجبني. وبعدين بيعمل حاجه جديده ما اعرفش هو كولر قايل له ولا هو اللي بدا يطور نفسه. بدا ينزل ويعمل يلعب ويبدا مزبوط. ياخد الاماكن الفاضيه ودي طبعا مزبوط. حاجه راقيه جدا في راس الحربه. مفيش حاجه اسمها راس حربه واقف مستني لما تجيلي كوره وتيجي او ما تجيش، وخصوصا ما يكون عندك الامكانيه. شريف عنده الامكانيه دي في حاجه ايمن معلش انا اسف للاطاله. لا 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 مفيش. ان هو لما بيلعب بينزل بيمسك الكوره عنده حته السبرنت الاول او خمس ست خطوات الاولى سرعه جدا. أيه. مهاري كويس قوي. وبعدين ابتدى في الاونه الاخيره يعرف امتى استخدم التسديد وامتى استخدم يعني كوره زي النهارده تشيب خفيف كده، امتى استخدم القوه، امتى استخدم لازم يبقى بالظبط عايز الكوره تروح فين. فاهمني؟ زي هدف كهربا اللي احنا بنتكلم عليه. كهربا لو شاط الكوره دي كانت هتطلع بره، لكن هو عارف عايزها دقه، الدقه ان هو يحطها بالشكل ده. نفس الكلام عند شريف النهارده. فالنهارده مكاسب كتيره، انا بغير طريقه اللعب ما بيحصلش اي مشكله. مهم النهارده عشان اليوم يكمل ثلاث نقاط اول الدوري الحمد لله. النهارده الطبيعي ان شاء الله ومتاكد منه هيحصل ان طاهر النهارده يكون ماشي. طاهر النهارده يكون ان شاء الله مروح على بيته وعارف النهارده انا اتغيرت ليه. مش مجبر كولر لكن كحته نفسيه التعامل مع لعيب وده مهم جدا. صح. ما بقيت السؤال انا كلمت كتير ثنائيه اليو ديانج ومروان عطيه ممتازه ممتازه. في اربعه هنا في النادي الاهلي
ده كتشيل بقول لك ارمي اي اثنين انت ما عندكش مشكله. ديانج عطيه سليه حمدي ربنا الحمد لله طبعا ربنا يحميهم ويشفيهم وما فيش اصابات. تميزك السنه دي في الرباعي ده انا بقول لك تميزك السنه في الرباعي ده اي اثنين يا ايمن وانت عامل كده هيلعبوا جنب بعض هيبقوا ممتازين. طب ولو خصوصا لما يكون الاثنين فيهم قوه واندفاع مروان وديانج وثلاثه وثلاثه كمان وثلاثه ثلاثه بقى قربهم يبقى حمدي. لو انت مثلا بتفكر في مروان عطيه وديانج يبقى حمدي لان حمدي دلوقتي برضو خد حته زياده ان هو حته ان هو بيندفع عنده حته دي هايله طبعا. وعلى فكره والسوليه وديانج والسوليه ومروان لا تختار لا بالعكس دي حيره حلوه دايما يبقى عادل بيقول لك انا خليها حيره حلوه جدا ان انا تخدم المدرب والفريق طبعا احسن ما اكون محتار مش لاقي حد العبه انما مفيش حيره وممكن الاثنين قدامهم محمد مجدي. بص يا ايمن طول ما عندك اثنين اقوياء جدا في حته القطع وحته الانقضاض وحته الثبات في التمرير وحته ان هم بدنيا عاليين جدا محمد مجدي وسط اي اثنين من دول هيبقى اشتغل شغل ممتاز. بس محمد لازم يرجع لمحمد مجدي الاول هو بقى دي بتاعته هو وفي نفس الوقت خلي بالك هم بيريحوا وبيقللوا من الضغوط على خط الدفاع بتاعك. بص ايمن طول ما عندك نص ملعب قوي جدا دفاعيا تاكد ان انت دفاعك هيبقى في منتهى الراحه لانك انت ما بتدافعش من الخط الخلفي لا 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 انت اول خط دفاع عندك اللي قدام اللي في نص الملعب بقى اللي هو اللي بيحدد وبيقرر الكره دي هتروح لاي مدافعين ورا هتبقى خطر ولا كره تبقى سهله ولا كره لا هو اللي بيحدد. عشان كده الحمد لله السنه دي عندك نص ملعب مريح جدا 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 لاي خط دفاع. صحيح. عندك تعليق على حاجه ولا طيب فلسفه مستر كولر الفتره اللي جايه خصوصا ان هو قال لك كان من الطبيعي النهارده نبدا بتشكيله مختلفه نتيجه الاصابات ونتيجه ضغط المباريات. ما لسه لاعبين نهائي كاس من 3 4 ايام او من 3 ايام وعندنا ماتش كمان يومين مع سموحه في اسكندريه وعنده ماتش طبعا مع الرجاء في بعد بكام يوم بطوله افريقيا بعد بكام يوم الرجاء بثلاث ايام بعد سموحه انت هتلعب 3 ايام انت هتلعب سموحه 17 ايوه كويس هتخلص كالعاده 18 هترجع على القاهره فهتتمرن يوم 19 او 20 انت عندك ماتش الرجاء يوم 22 17 و22 17 تلعب و22 ماتش الرجاء بص يا ايمن انت عندك اهداف كتيره واضحه بس خلي بالك انا قبل ما تتكلم برضه لا اصل انت دايما بتقول يا كابتن اسامه يمكن مش مختلفين مع بعض ولكن انت دايما بتقول ايه ان الدوري قريب من الاهلي كويس فممكن التفكير يضغى بعض الشيء على مباراه عن مباراه طبعا او على بطوله عن بطوله ايوه مش معنى انك بتعمل كده انت عايز تكمل السؤال لا لا اتفضل انت فهمت اللي انا عايز اقوله بص يا ايمن مش معنى ان انت اولا انت ليك اهداف كتيره انت ليك اهداف الكاس الحمد لله خدته الدوري انت عايز تاخده عشان بقالك سنتين بتخسره وده طبيعي انك انت الاهلي قدره ان بينافس على كل البطولات بطوله افريقيا بتنافس عليها عشان تاخدها بعد ما فقدتها السنه اللي فاتت رغم انك انت وصلت نهائي وطبعا البطولات بقى اللي بتتبني على البطولات دي زي السوبر زي كاس العالم للانديه كاس العالم للانديه والكلام ده انت مفروض ماشي في كل الخطوط صح في وقت معين بيجي يتعارض شيء مع شيء ماشي وانا ارجعك تاني لماتش سان داونز الاولاني وماتش سان داونز التاني وكان بينهم ماتش المقاولين العرب ايوه انا قلت لك انت قلت لي يريح بعد لازم يريح بعض الناس ليه مش ده مش معنى ان انا اولا انا ضد التغيير الكتير اساسا انا عندي الثبات والاستقرار ده الاهم بس في اوقات ضغط المباريات والوقت الضيق بينها ولعب عدد كبير في وقت ضيق يجبرك انك تعمل في اهميه المباراه عن مباراه لكن ده مش معناه انك انت هتقلل اهميه المباراه اللي هتلعبها بمعنى انت عندك دلوقتي انا قلت لك ماتش المقاولين كان المفروض يريح اللعيبه عشان كده رحنا لما ماتش سان داونز في لعيبه كتير ما كانش عارف يشيل رجليها نفس الشيء هيتكرر معاك انت عندك سموحه والنهارده لاعب اهو النهارده الجمعه يومين بعد يومين جمعه لا النهارده بقينا السبت خلاص ماشي السبت هتلعب سموحه يوم الاثنين
وهتلعب بعد اربع ايام او خمس ايام ماتش الرجاء. في المرحله دي بالنسبه لي انا كاسامه، وقلت لك قبل كده في ماتش المقاولين وصن داونز، الرجاء اهم. ليه الرجاء اهم؟ الرجاء ماتش ذهاب وعوده، كاس يعني، ويعتبر قريب للكاس. هاي. الدوري انت اقرب بكتير لاقرب واحد ليك اللي هو فيوتشر، انت بعيد كتير جدا. نادي الزمالك موضوع منتهي، اللي هو المنافس التقليدي ليك. أي. بعيد قوي، انت بتتكلم في 39 نقطه وانت 48 ولسه ناقص لك ثلاث ماتشات، ماتشين او ثلاثه او ماتش. البيراميدز انت عنده 43 وانت 48 ولسه ليك ماتشين. ده اللي احنا لو كسبنا هيبقى الفرق بيننا وبين الزمالك 20 نقطه، فالنادي الزمالك مش منافس. وبيراميدز برضه صعب. وبيراميدز صعب. أي. هو اقرب واحد دلوقتي ليك اللي بيقاوح شويه مين؟ فيوتش. انا بقول لك وجهه نظري الشخصيه وقلتها قبل كده في الاستوديو قبل كده، ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي هياخد باذن الله، هياخد الدوري ده باذن الله. فانا دلوقتي عندي ماتشين، ماتش مهم في الدوري اللي هو بتكلم عن الرجاء. انت بتتكلم عن فلسفه مستر كولر في التعامل مع الماتشات الفتره اللي جايه. انا بتكلم عليا انا دلوقتي. بتكلم عليا انا مستر كولر. يعني مستر كولر يعمل، طبعا هو اللي هو اللي بيقوده، هو اللي حقه انه يعمل اي حاجه. فلما اجي انا ماتش سموحه، واحد زي علي معلول بيلعب 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 بيلعب، وهتيجي مثلا لعبه ماتش سموحه وبعديها بثلاث اربع ايام ماتش الرجاء، انا عندي واحد زي ايمن اشرف، ليه ما لعبش واحد زي ايمن اشرف ماتش سموحه ورايا علي معلول خالص؟ دي وجهه نظري. لانه علي معلول لما يكون لاعب النهارده وهيلعب يوم الاثنين، ايوه، وبعدين هيلعب بعدها باربع ايام ماتش الرجاء، الموضوع هيبقى صعب. انا دي وجهه نظري. انا عايز اقف معاك في النقطه دي. واضح جدا من فكر مستر الكوره ان هو عنده علي معلول زي ما قلنا قبل كده الاستوديو اللي فات نمره واحد واثنين وثلاثه. ما علي معلول طبعا هو نمره واحد، فهو لا يعني حتى هو اعتقد ان هو فكره ان هو البديل بعيد شويه. يا ايمن، ايمن انا طبعا ما اتمنهاش. يا رب يا رب يا حاج ربنا يريحه بس ربنا. بص يا ايمن، ما يجيبش اصابه ولا طرد ولا كده لعلي معلول، ولكن هل مش ممكن لا قدر الله علي معلول ده يطرد بعد الشر يعني؟ ربنا انا بقول لك. أيوة انا بكلمك. أيوة انا بقول. أيوة ياخد ثلاث انذارات او مجهد يعني. يا قدر الله يحصل اصابه، لا قدر هيبقى في حد هيلعب. طيب انا دلوقتي عندي ماتش زي سموحه، ايه الرعب اللي انا هكون خايف منه ان انا لاعب واحد زي ايمن اشرف ماتش سموحه؟ يعني ما ايمن اشرف ده كان لعيب دولي ولاعيب اساسي في فرقه الاهلي في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا مثلا، او اي حد تاني، بس انا بقول ايمن على اساس اشول وبيلعب ناحيه الشمال. ان انا اريح واحد زي علي معلول اديله فتره الراحه لغايه ماتش الرجاء الاهم دلوقتي في المرحله دي. في المرحله دي لانك انت متقدم في الدوري ولسه ليك ماتشات، ولسه المنافسين ليه ماتشات صعبه، وهيخسر يعني هيفقد نقاط، مش هيقدر يكسب كل الماتشات. فانت عندك فرصه كبيره في الدوري العام، واللي مع علي معلول في بعض اللعيبه الثانيه الاخرين، يعني في بعض اللعيبه الاخرين. النهارده يا ايمن ماتش زي النهارده محمد عبد المنعم فعليا دلوقتي في اللي هم بيلعبوا في قلب الدفاع هو اهم واحد. طبعا رامي عامل مجهود كبير جدا ربنا يشفيه، ياسر متولي كل الناس، بس محمد عبد المنعم هو في الفتره الاخيره الراجل بيلعب دولي وهو كان اقرب واحد، وفي حد تاني بيلعب معاه ما لعبش النهارده مثلا للوقف اللي حصل له فاللي انا اقصده انك انت ماتش زي سموحه لو ريحت بعض الناس اللي هي بتلعب بصوره مستمره وانت محتاجها جدا جدا في الدوري وفي افريقيا، بس انا بقول لك في ماتش الرجاء اهم دلوقتي. ايوه في اهم وفي مهم. ماتش سموحه مهم، بس ماتش الاهم الرجاء. يا عم لعبت ماتش سموحه وتعادلنا، انا بقول الله. ان شاء الله نقدر نكسب باي حال باي تشكيل المستر كولر يعمله. ما النهارده انت كنت مغير ناس كتير قوي وكسبت ومفرقت فاركو. عندك ماتش الرجاء الاهم وعندك ماتش سموحه المهم، واقدر اريح فيها بعض اللعيبه، اقدر اريح مش ممكن ما اريحش ال 11 كلهم،
بس في ناس عليها ضغط كبير، منهم معلول كان منهم واحد زي ياسر بس عبد المنعم بس هو ما لعبش النهارده، منهم مثلا واحد زي بيرسي تاو ما اعرفش ما لعبش النهارده ليه، لا كان جاته نزله برد وقعد غايب ماشي، كان في الفتره الاخيره بيرسي تاو كان بيلعب نزل برد من يومين كان بيلعب بصوره كبيره على طول، اهو ريح النهارده لاي سبب بقى برد اي حاجه، فاذا في بعض اللعيبه ممكن تريح فهو ده اللي انا اقصده، زي ما حصل اللي انا كنت متخوف منه الماتش المقاولين كان في النص بين سان داونز وسان داونز وحصل واضح اجهاد في ماتش سان داونز، هو ده اللي انا خايف ان شاء الله ما يتكررش بين سموحه والرجاء المغربي. صحيح. بس احيانا يا كابتن عادل خلينا نتكلم الاول على من الارقام النهارده برضو من ضمن الاجابات، انت اقوى خط هجوم 38 هدف بعد ثلاثيه اليوم، واقوى خط دفاع بدخول مرماك 7 اهداف، وعلى فكره النادي الاهلي بقاله فتره ما دخلش فيه جول، محافظ على الشباك نظيفه، يمكن في محليا اللي بعدك الدبل يعني 14 هدف على فيوتشر ده اللي هو اللي بعدك يعني بعد كده 16 و22 و27 يعني انت اقوى ما زلت اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. اتكلم زي يعني في مثل بيتقال دايما يقولوا ايه، هو ما بحبش اقوله كتير، اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. فبرضه طبعا واضح ان مستر كولر برضه عنده خلفيه على اللي حصل السنتين اللي فاتوا. يعني انت بتتكلم بالظبط، يعني انت بتتكلم على انه يعني درس السنتين اللي فاتوا فبيعمل عكس اللي حصل في الموقف ده، واللي هو الاخفاق بيبقى في الاخر. ايوه بالظبط، نتيجه للاجهاد والحاجات دي كلها. بس بعض الاعتبارات اللي خارج خارج حدود النادي الاهلي، فاهمني؟ طب مش عايزين ندي الفرصه لحد. شوف يا كابتن اقول لك حاجه، احيانا احيانا المدرب بيعمل استراتيجيه واستميشن لنفسه، واحيانا بتبقى معلنه للنادي بتاعه، واحيانا بتبقى البرنامج بيبقى محطوط واهدافك انت ايه. في اهداف قصيره المدى وفي اهداف طويله المدى، فانت بتتكلم على مستر كولر الراجل عاوز يدخل اي بطوله وهو درس تاريخ النادي الاهلي، فالنادي الاهلي عارف انه اي بطوله بيخشها لازم يكون ياخدها طبعا. النادي الاهلي ما ينفعش يلعب اداء مشرف، النادي الاهلي ما ينفعش انه يبقى تاني، لو تاني انت ما عملتش انجاز، وهو عارف الكلام ده كويس قوي. بس هو في الوقت الحالي يمكن لو كنا اتكلمنا على بدايه الموسم وقلت ان هو دور من اول اسبوعين، فانا قلت لك فاكرها دي مش تدوير، ده تجهيز. ده تجهيز انت قلت لي علشان الدوري، عشان المواقف اللي زي دي. هو قال انا في البدايه اريح علشان في النهايه عقبال ما اوصل للايجاد، بدل ما اوصل في المباراه رقم 30 في الدوري اوصل في المباراه رقم 34 يكون الدوري انتهى، او مباراه او مباراتين. هو كمان عنده فكره انه لازم يعمل بنات ازيد على الفرق علشان يخلصها، يخلص الدوري ويحصل لهم ويتسللهم حته الاحباط، فهم يفقدوا نقاط كتير، فالدوري ينتهي في وقت قياسي، تقدر انك قبل الاسبوع قبل الاربع اسابيع من الدوري ما يخلص، فتبقى دي فتره الراحه بتاعتك. دي فكره، ولكن اللي انا شايفه من مستر كولر في اخر اوقاته خلاص هو بدا عمل التجهيز، بدا يلعب الاساسيين، ما بيبصش الا كل مباراه على حده. يعني هو لو جه النهارده قلنا لعب 6 لعيبه من التشكيل اللي فات كان 11، شال منهم 6 المباراه دي، الستة كان عنده ظروف فيهم. هنشوف ماتش سموحة هتلاقي مين من الستة اللي موجودين اللي خدوا النهاردة ممكن يغيرهم وممكن يدي اللاعبين تانيين. لا النهاردة ما كانش عنده ظروف في الستة. طب ما كهربا قاعد بره ومروان عطية قاعد بره. لا يعني عبد ما كانوش. لا عبد المنعم المنعم لا عبد المنعم والسوليه كان قاعد احتياطي. ايوه لا انا بتكلم على ان السوليه يعني هو حاسس باجهاد ورامي ربيعه الماتش اللي فات ماشي لا رامي ربيعه رامي اضطرار، لكن في ثلاثه من بقوله يا كابتن مش مجبر على تغييرهم. ما انت ما فهمتش انا قلت ايه. لا انا انت خلينا بس نقول خبر يعني سريع كابتن عادل. ملوك صالات ابطال النادي الاهلي في جميع اللعبات، نادي الاهلي بعد فوزه ببطولة دوري كرة اليد بعد فوزه على نادي الزمالك يضيف لقبا جديدا اليوم بعد فوزه على سبورتن في نهائي كأس مصر
32-22. ألف مبروك لأبطال كرة اليد وما زال أبطال كرة السلة والكرة الطائرة. كان فايز فقبل النهائي على الزمالك. بالظبط بالظبط. وبعدين راح النهائي وكسب. اه لو لسه كسبانين في بطوله الدوري كمان احنا اللي كسبنا البطوله خدناه. فانت بتجمع بين بطوله الدوري وبطوله الكاس. لكن لا انت امبارح كنت بتلاعب الزمالك في وكسبته 27-25 مظبوط قبل نهائي كاس مصر وكسبت 27-25 كسبته النهارده 32-22. الماتش اللي كان قبله اللي انت كسبته كان نهائي الدوري اليد الهند بالظبط دوري. فاخر كلمتين عشان اقول لك انه احيانا استراتيجية المدرب مع النادي والأهداف اللي حاطينها. أكيد إحنا عارفين الأهلي كلنا أكيد أهدافنا إلعب على جميع البطولات، لازم تكسب جميع البطولات، إحنا ما ينفعش ألا الأول نشتغل على الأول. فهو بيعمل استراتيجيته على كده، بيظبط لعبته على هذا الأمر، بيشوف هيلعب إزاي في ماتش الرجاء. عشان كده بقول لك هو عامل مرحلة. المرحلة دي أنا من وجهة نظري المباراتين اللي بقى فرق وسموحه هيلعبهم لهدف ان هو يعمل توليفه عاليه لماتش الرجاء. صحيح. من فتره قادمه صعبه، ولكن عندنا ثقه في لاعبتنا، عندنا ثقه في الجهاز الفني، عندنا ثقه في المنظومه ككل، ومن قبل كل ده فضل ربنا وتوفيقه وجماهيرنا العظيمه. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيمية لمباراة اليوم. انتظرونا.